بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم مستر محمد السيد السلموني من قناة STC سلموني تريدينج شانل. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن مجموعة من النماذج الإنعكاسية التي تجمعها كثير من الصفات المشتركة. أحب أنبه عن شيء، أصحاب المدرسة الحديثة في التحليل الفني بيسموا مجموعة هذه الشموع مع بعض بمبار، يعني الدبوس ذو الرأس، سواء كانت هذه الرأس من أعلى أو من أسفل، إلا أن اليابانيين أصحاب التسمية الحقيقية يطلقون على كل شمعة بمفردها اسم معين يحمل معنى معنوي عن الدور الذي تقوم به الشمعة من حيث الشراء أو البيع. وهناك تشابه واضح في هذه الشموع، ولكن مبدئيا كده أيا كان هذا التشابه فإن كل شمعة تسمى حسب المكان الذي تتواجد فيه، فإن كانت في اتجاه صاعد وجاءت في الأعلى يكون لها اسم يختلف تماما عن لو كانت في اتجاه هابط وجاءت في الأسفل، يعني تسمى الشمعة على حسب مكان تواجدها، ويعتبر من النماذج المهمة جدا والمكونة من شمعة واحدة. ويلا بينا دلوقتي نبدأ في شرح نماذج الشموع اليابانية المفصلية، وسوف تمتد هذه النماذج المفصلية إلى عدة محاضرات. هنبدأ اليوم بإذن الله بأربع نماذج مشهورة سوف نتعرف عليها من حيث الشكل واللون وشروط استخدامها في عملية التداول. النموذج الأول هو الرجل المعلق أو الرجل المشنوق هانجيمان، الثاني هو المطرقة هامر، الثالث هو المطرقة المقلوبة انفيرتد هامر، الرابع هو الشهاب أو نجمة المساء شوتينج ستار. طيب ما هو المقصود بهذه الأشكال الموجودة أمامنا؟ بداية لو تلاحظ أن هذه المجموعة رقم واحد تشبه رقم اثنين، وكمان المجموعة رقم ثلاثة تشبه رقم أربعة. هذه هي أول ملاحظة يجب أن تلاحظها. نبدأ بالنموذج الأول الهانجيمان، يتشكل من شمعة واحدة، قد يكون بهذا الشكل الأحمر أو بهذا الشكل الأخضر، والاختلاف بينهما هو في اللون فقط. كذلك بالنسبة للمطرقة نفس الشيء، أيضا تتشكل من شمعة واحدة، قد تكون باللون الأحمر وقد تكون باللون الأخضر. كذلك المطرقة المقلوبة تتشكل من شمعة واحدة، قد تكون باللون الأحمر أو الأخضر، ولكن كليهما عكس المطرقة والرجل المعلق، بمعنى أن الجسم يكون لأسفل والذيول تكون لأعلى، وكما هو ملاحظ تأتي على شكلين إما باللون الأحمر أو باللون الأخضر. نفس الشيء بالنسبة للشهاب، هو هو شكل المطرقة، يتكون من شمعة واحدة، قد تكون حمراء أو خضراء. والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان، ما دام الرجل المعلق عنده نفس لون المطرقة، فلماذا هذا يسمى رجل معلق وهذا يسمى مطرقة؟ نفس الشيء بالنسبة للمطرقة المقلوبة، عندها نفس شكل الشهاب، فلماذا هي تسمى بالمطرقة المقلوبة ويسمى الثاني بالشهاب؟ يلا بينا نجاوب على هذا السؤال ونتعرف على سبب اختلاف المسميات في عدة نقاط. عندي أربع حالات لتشكل الشموع التي ذكرناها، بناء على تواجد الشمعة في مكان ما يتم تغيير اسمها. نبدأ أولا بالرجل المعلق أو الرجل المشنوق هانجينج مان. متى تسمى الشمعة بالرجل المعلق؟ شمعة الرجل المعلق تأتي بعد اتجاه صاعد واضح، عندما تتشكل أمامي هذه الشمعة بالشكل اللي عليها دايرة ده تسمى بالهانجينج مان، ويكون في معظم الأوقات بعدها انعكاس إذا كانت مستوفية الشروط، وهنعرف شروطها في هذا الدرس إن شاء الله. بالنسبة للمطرقة، هو نفس شكل الرجل المشنوق ولكن يكون بعد اتجاه هابط، عندما تتشكل معي هذه الشمعة التي عليها دائرة تسمى بالمطرقة، وغالبا يحدث بعدها انعكاس للسعر إذا كان النموذج مستوفي للشروط. إذن السبب الأساسي في اختلاف التسمية
رغم أن الشكل هو هو يرجع إلى مكان تواجد الشمعة. إذا كانت موجودة في الأعلى تسمى هانجينج مان، وإذا كانت موجودة في الأسفل تسمى هامر. ولو تحدثنا عن الشهاب أو نجمة المساء شوتينج ستار، لو تلاحظ وكما قلنا أن جسمه لأسفل وذيله لأعلى، نفس الشيء يتكون بعد اتجاه صاعد، تتشكل شمعة جسمها في الأسفل وذيلها في الأعلى، هذا يسمى شوتينج ستار أو شهاب أو نجمة مساء، بعدها يحدث الانعكاس. إذن سبب التسمية هو تواجد الشمعة في اتجاه صاعد أو في نهاية الاتجاه الصاعد إن صح التعبير. بينما المطرقة المقلوبة inverted hammer اللي شكلها نفس شكل الشهاب، ولكن بتكون بعد اتجاه هابط وتحدث في مستويات متدنية للأسعار، وتكون سبب في عكس الاتجاه، ولهذا تسمى المطرقة المقلوبة. نذكر مرة أخرى أن السبب الأساسي في اختلاف المسميات على الرغم من تشابه الأشكال هو موضع ومكان الشمعة داخل حركة السعر. إذا كانت في نهاية اتجاه صاعد تسمى بمصطلح معين، وإذا كانت في نهاية اتجاه هابط تسمى بمصطلح آخر. هذه الشموع الأربعة متشابهة وسنجدها مكررة كثيرا على الشرط، وتحدث بشكل كبير أثناء التداول، ولها فعلا تأثير قوي في عكس الأسعار. ودلوقتي هنتكلم عن معايير تشكل الرجل المعلق هانجينج مان والمطرقة هامر. نقدر نقول في صيغة سؤال، ما هي الأسس والقواعد التي يمكنني من خلالها الحكم على هذه الشمعة أنها شمعة هانجينج مان أو هامر؟ ذكرنا منذ قليل أن هذان النموذجان كل نموذج فيهما يتشكل من شمعة واحدة، سواء باللون الأحمر أو باللون الأخضر، سواء رجل معلق أو مطرقة. الفرق الوحيد بينهما هو أماكن تواجدهما في السعر، هو الذي يغير اسم كل منهما، لكن شروط تشكل وتكون أي من الشمعتين هي هي. رقم واحد، يكون جسم الشمعة في الجزء العلوي. تاني حاجة، الظل العلوي صغير جدا أو معدوم. تالت حاجة، الظل السفلي ضعفي جسم الشمعة، أي الظل السفلي طوله قد طول جسم الشمعة مرتين على الأقل. أربعة، كلما زاد الظل السفلي كلما زاد دلالة وقوة الشمعة. لا يهم رقم خمسة، لا يهم لون الشمعة، ولكن إذا خالف لون الشمعة لون الاتجاه السابق فإنه يعطي إشارة أكبر لاحتمالية الانعكاس. رقم ستة، من المهم جدا انتظار شمع التأكيد بعد الهانجينج مان أو الهامر. هذا التأكيد بيكون عبارة عن شمعة تغلق بعد جسم أو ظل شمعة الرجل المعلق أو المطرقة، بمعنى أنه مثلا في الرجل المعلق الآن هذه الشمعة الخضراء لما تتشكل هل 100% سوف تعكس الاتجاه؟ طبعا أنا عندي 3 احتمالات لاتجاه الأسعار. الشيء الذي يؤكد أن فعلا بدأ الانعكاس عندما تأتي الشمعة التي بعد الرجل المعلق وتغلق أسفل جسم شمعة الرجل المعلق، أو تغلق تحت ذيل شمعة الرجل المعلق، والأفضل أن تغلق بعد الذيل، ويكون ده دلالة قوية أن فعلا بدأ الانعكاس أقوى من لو أغلقت تحت الجسم. ولكن كلاهما صحيح، سواء أغلقت شمعة التأكيد بعد الجسم أو بعد الذيل. نفس الشيء بالنسبة للمطرقة المقلوبة، ولكن بيكون بالعكس، لأن المطرقة المقلوبة تكون في أسفل الاتجاه. في هذه الحالة شمعة التأكيد تغلق فوق ظل شمعة المطرقة اللي بيكون صغير جدا، فيكون هناك احتمالية أكبر أن السعر بدأ في الانعكاس والصعود. رقم 7، نقطة إضافية تؤكد تشكل النموذج بشكل صحيح، وهو في حالة وجدنا فجوة سعرية في الشمعة التي تأتي بعد شمعة الهانجينج مان أو الهامر، فهذا يعطيني دلالة أقوى على الانعكاس. فمثلا لو أخذنا مثال على المطرقة، إحنا عارفين أن المطرقة بتتشكل في نهاية اتجاه هابط، يتشكل معي إحدى هاتين الشمعتين، أي يا باللون الأحمر أو باللون الأخضر. بعدها الشمعة اللي جت بعدها العاكسة لم تفتح من هذا المكان، وإنما كان فيه فجوة ثم فتحت. في هذه الحالة يصبح الانعكاس أقوى، سواء بالنسبة
للهانجيمان أو الهامر، بشرط أن الفجوة تكون فوق الهامر، بينما في الهانجيمان تكون الفجوة تحت الجسم أو تحت الذيل. وسوف نتحدث عن الفجوات في محاضرات قادمة إن شاء الله، ولكن هنا بس أحب أكد إن الفجوات في هذه الحالة بتدعم وتقوي النموذج بصورة أكبر. رقم 8، يجب النظر إلى شمعة النموذج في ظل الحركة السابقة، وجود اتجاه واضح، بمعنى أن هذه الشموع عندما تتشكل في الحركة العرضية لا يكون لديها نفس التأثير في الانعكاس إذا تشكلت في الحركة الاتجاهية سواء بالصعود أو بالهبوط. مثلا الهانجينج مان عندما يتشكل في حركة اتجاهية يكون دوره أقوى في التأثير في عكس الاتجاه، لكن عندما يتشكل في حركة عرضية هنا تتبدد قوته ولا نستطيع أن نعتمد عليه كشمعة انعكاسية في عكس السعر. رقم 9، في شروط تكون هذا النموذج هي عند ظهور عدة شمعات وراء بعضها بالنسبة للهانجيمان أو الهامر، يفضل الاعتماد في التداول على آخر شمعة مع انتظار التأكيد. لازلت بأكد أن الهانجيمان يكون في نهاية اتجاه صاعد والهامر تكون في نهاية اتجاه هابط، وعلى قدر توفر الشروط يكون النموذج أقوى. أهم معايير الهانجيمان والهامر هو أن يكون الجسم في الجزء العلوي والظل العلوي قصير والظل السفلي طويل يساوي على الأقل ضعفي جسم الشمعة. هناخد دلوقتي أمثلة عملية حول نموذج الهانجيمان والهامر. مثال واحد عن الهانجيمان في الشكل اللي قدامي ده، اتجاه صاعد، جاء في نهاية هذه الشمعة التي عليها دائرة. طيب هل هذه شمعة رجل معلق أم لا؟ بداية نسميها رجل معلق لأن الاتجاه كان صاعد وجاءت الشمعة في نهايته. ثانيا جسم الشمعة واضح أنه في الجزء العلوي للشمعة. ثالثا الذيل بالأعلى قصير مقارنة بجسم الشمعة، وطول الذيل السفلي طويل، لكن لو الذيل العلوي كان أقصر كان يبقى أفضل. طيب كيف أتداول بعد هذا النموذج؟ هل أدخل من الشمعة التي تليه مباشرة؟ إطلاقا أوعى تعمل كده خطأ، لازم أستنى شمعة التأكيد. هذا التأكيد يكون عبارة عن الشمعة التي تأتي بعد الهانجيمان، إما تغلق تحت الجسم أو تحت الظل، وهذه هي أفضل دلالة للإنعكاس لنموذج الرجل المشنوق. بعد هذا الإغلاق بإمكانك تحكم على السعر بأنه بدأ في الإنعكاس. لاحظ أنه بعد هذا الإغلاق مباشرة انعكس السعر الأسفل، ممكن تدخل صفقات بيع وانت مطمن. لاحظ كمان لون شمعة الرجل المعلق كان مخالفا للون الشمعة السابقة، مما يعطي دلالة أكبر على الإنعكاس. في هذا المثال إذا كان الظل العلوي طويل لا يعتبر رجل مشنوق ولا يمكن الاعتماد عليه، ممكن يكون نموذج انعكاسي آخر سوف نعرفه فيما بعد. أما كرجل مشنوق لو ذيله العلوي طويل لا يمكن اعتباره كذلك، لأن احنا عارفين أن الظل العلوي لابد أن يكون صغير والسفلي على الأقل ضعف طول الجسم. مثال 2 على المطرقة هامر. أول شرط عندي لازم تتواجد في نهاية اتجاه هابط، وده حصل عندي بالفعل. لو تلاحظ عندها نفس شكل شمعة الرجل المعلق بالنسبة لشكلها، يعتبر مثالي بالنسبة لشمعة الرجل المعلق اللي كانت في مثال واحد. جسم الشمعة هنا واضح، الظل العلوي قصير، الظل السفلي تقريبا أكبر من ضعفي الجسم. هل ينفع أتداول مباشرة بعد تكون هذا النموذج؟ الإجابة طبعا لا، ما ينفعش إنك تتداول على طول مباشرة بعد تكون هذا النموذج. لازم تستنى شمعة التأكيد حتى تتأكد فعلا أن الاتجاه بدأ في الإنعكاس. استنى لما تشوف الشمعة اللي بعدها على طول تغلق فوق جسم شمعة الهامر أو فوق الظل العلوي لها. بعد كده بإمكانك تدخل مع المشترين صفقات شراء
بعد إغلاق الشمع رقم واحد بعد المطرقة، حيث بدأ الثيران في رفع الأسعار إلى أعلى. أهم حاجة هذه النماذج عندما تتشكل على فريمات مثل الأربع ساعات أو الفريم اليومي يكون تأثيرها أقوى من أنها لو تشكلت على فريمات الربع ساعة أو النص ساعة أو العشر دقائق. وكلما زاد الفريم كلما أعطى قوة أكبر للنموذج. ودلوقتي هناخد أمثلة غير صحيحة على شمعة الهانجينج مان والهامر. النموذج الأول، سيبك من الشمعة دي اللي شبه الشهاب، خلينا نركز في الشمعة الخضراء اللي عليها مستطيل. لو لاحظت هتلاقي في هذه الشمعة شبيهة بالهانجينج مان، حتى لو خدت بالك ان السعر انعكس، ولكن هذا ليس بسبب شمعة الهانجينج مان. في نماذج اخرى للشموع اليابانية موجودة في هذا المكان هي اللي ادت الى الانعكاس. طيب لماذا لا يكون هذا نموذج للرجل المشنوق؟ لعدة اسباب. الذيل ليس ضعفي الجسم، الديل مش قد الجسم مرتين، هذا السبب يسقط مباشرة النموذج. اذا كان ذيل الشمعة يساوي جسم الشمعة فلا يمكن الاعتماد عليه كهانجينج مان. كمان لو لاحظت ان ظل العلو طويل الى حد ما مما يفقد النموذج مصداقيته وفاعليته، بالتالي نستطيع الحكم على هذا النموذج بانه ليس نموذج هانجينج مان. اما سبب الانعكاس اللي حصل قدامي ده بسبب نماذج اخرى للشموع اليابانية سوف نتكلم عنها بالتفصيل فيما بعد. النموذج التاني على الهامر كنموذج غير صحيح. لو بصيت على الشمعة الخضراء اللي عليها مستطيل دي مشابهة جدا للهامر، ولكن ما الذي جعلها تفقد مصداقيتها وتفقد صحتها في كونها شمعة هامر وبالتالي كنموذج انعكاسي؟ رقم واحد، لو تلاحظ ان الجسم صغير والظل السفلي طويل بالنسبة لطول الجسم او يعتبر ضعفي طول الجسم مفيش مشكلة، لكن السبب الاساسي اللي خلى الشمعة دي غير معتمدة كشمعة مطرقة هو الظل العلوي الذي يعتبر طويل ازيد من اللازم، ولو تلاحظ انه اطول من جسم الشمعة نفسه. وكمان عندي سبب اضافي وهو ان الشمعة اللي جت بعدها اغلقت اسفلها، ولو تفتكر ان احنا قلنا عشان النموذج ده يبقى مطرقة صحيح يبقى لازم الشمعة اللي تيجي بعدها تغلق اعلى الجسم او تغلق اعلى الظل العلوي لها، وده طبعا ما حصلش عندي، واغلاق الشمعة اللي بعدها اسفل جسم شمعة المطرقة هو ده اللي عطل النموذج عن العمل. طب هتقول لي في انعكاس حصل، هقول لك سببه نموذج اخر موجود سوف نعرفه في المحاضرات القادمة هو اللي خلى الانعكاس حصل لاعلى وليس نموذج المطرقة. ودلوقتي هنتكلم عن معايير تشكل نموذجي المطرقة المقلوبة والشهاب inverted hammer والشوتينج ستار. معنى ما هي الأسس والقواعد التي أستطيع من خلالها الحكم على هذان النموذجان على أنهما المطرقة المقلوبة والشهاب؟ أولا، كل من المطرقة المقلوبة والشهاب كشكل واحد متطابق 100%، الفرق فقط في أماكن تواجدهما. أولا، أن يكون جسم الشمعة في الجزء السفلي. ثانيا، أن يكون الظل السفلي صغير جدا أو معدوم. ثالثا، أن يكون الظل العلوي ضعفي جسم الشمعة، يعني قد طول جسم الشمعة مرتين. رابعا، كلما زاد الطول العلوي لظل الشمعة كلما زادت دلالة وقوة الشمعة ودلالة تأثيرها على الانعكاس. خامسا، لا يهم لون الشمعة، لكن إذا خالف الاتجاه السابق فهو يعطي إشارة أقوى لاحتمالية الانعكاس. بفكرك مرة تانية أن الانفيرتد هامر بتكون في نهاية اتجاه هابط ثم يصعد السعر بعد ذلك، بينما الشوتينج ستار بيكون في نهاية اتجاه صاعد ثم ينزل السعر بعد ذلك. نبدأ بالشوتينج ستار، الشهاب إذا تشكل باللون الأحمر يكون أقوى، هذا معناه أن تأثير البائعين أقوى من تأثير المشترين، وعلى الرغم من ذلك إذا تواجد باللون الأخضر مفيش مشكلة ويبقى النموذج صحيح. نفس الشيء بالنسبة للإنفيرتد هامر، إذا تواجدت باللون الأخضر فهي تكون أقوى كدلالة على الإنعكاس، لكن وجودها باللون الأحمر لا يعني أنها غير صحيحة. سادسا، من المهم جدا انتظار تأكيدات بعد الإنفيرتد هامر والشوتينج ستار. التأكيد بيكون عبارة عن شمعة تغلق بعد جسم أو ظل الانفيرتد هامر أو الشوتينج ستار،
بالنسبة للشوتينج ستار يكون الاتجاه صاعد، يتشكل معي شهاب بهذا الشكل. إذا أغلقت الشمعة التي تلت الشهاب تحت الجسم فهذا ممتاز جدا، سواء أغلقت تحت الجسم أو تحت الظل فهذا تأكيد على حدوث انعكاس قادم في اتجاه الأسعار. بالنسبة للإنفيرتد هامر الموضوع بيكون عكسي، على أساس أنها موجودة في أدنى مستويات السعر، وشمعة التأكيد يكون إغلاقها فوق مستويات الجسم أو فوق الظل العلوي للجسم، والأقوى أنها تغلق فوق الظل، ولكن إذا أغلقت فوق الجسم مفيش أي مشكلة. سابعا، وجود فجوة سعرية في الشمعة التي تأتي بعد شمعة الانفيرتد هامر أو الشوتينج ستار يعطي دلالة أقوى على الانعكاس. يعني مثلا عندي شوتينج ستار وبعدين حصلت فجوة بينه وبين الشمعة اللي بعده، هذه الفجوة الموجودة هنا تعطي دلالة لانعكاس قادم للسعر بسبب شمعة الشوتينج ستار. والعكس بالنسبة للانفيرتد هامر، أن يكون الاتجاه هابط وبعدين تتشكل معي هذه الشمعة. فمثلا إذا حدث معي افتتاح في هذه المنطقة وأغلقت بهذا الشكل، هذه الفجوة أيضا من بين النقاط التي تعطي قوة إن في احتمالية لانعكاس السعر. الفجوات لها أسبابها وسوف نتكلم عنها بالتفصيل في المحاضرات القادمة إن شاء الله. ثامنا، من شروط تكون هذا النموذج يجب النظر إلى شمعة النموذج في ظل الحركة السابقة، أي وجود اتجاه واضح. الأفضل أن تكون هذه الشموع في حركة اتجاهية، إما صاعدة أو هابطة. الحركة العرضية ليست مفضلة للشموع الإنعكاسية. تاسعا، عند ظهور عدة شموع وراء بعضها يفضل اعتماد آخر شمعة مع انتظار شمعة التأكيد. موضوع التأكيد مهم جدا ولا يمكن التنازل عنه إطلاقا، لازم يكون موجود. لماذا؟ لأننا نتوقع انعكاس السعر، ولكن لما يحصل تأكيد بيكون ذلك أفضل، لأن الانعكاس يحتاج متطلبات وشروط وتأكيدات أكثر من الاستمرار. خد بالك من النقطة دي كويس جدا. مثال ثلاثة على نموذج الشوتينج ستار، كما هو واضح على الشرط، عندي اتجاه صاعد جاء في نهايته شمعة شوتينج ستار، الجسم في الجزء السفلي والظل السفلي قصير أو معدوم والظل العلوي طويل، على الأقل يساوي ضعفي طول الجسم. فإذا طبقنا هذه المعايير على هذه الشمعة هتلاقيها شمعة شهاب شوتينج ستار صحيحة بنسبة 100%، والشمعة كمان اللي بعدها شمعة شهاب بنسبة 100%، وهي في نفس الوقت شمعة تأكيد للشمعة اللي قبلها، لأنها أغلقت تحت الظل السفلي لشمعة الشوتينج ستار اللي قبلها، وممكن تتداول من بعدها مباشرة من هذه المنطقة. لاحظ الانعكاس اللي حصل في السعر إلى أسفل. ولو حبيت تعتمد على الشمعة الثانية الحمراء، هي أيضا شمعة شوتينج ستار، وشمعة التأكيد اللي جت بعدها أغلقت أسفل جسم شمعة الشهاب الحمراء، بل أغلقت أسفل ظلها، مما يؤكد أن السعر سوف ينعكس. لو حبيت تعتمد على الشمعة الثانية الحمراء، هي أيضا شمعة شهاب، وشمعة التأكيد اللي جت بعدها أغلقت أسفل جسم شمعة الشهاب الحمراء، بل إنها أغلقت أسفل ظلها، مما يؤكد أن السعر سوف ينعكس. يعني الشهاب الثاني أكد الشهاب الأول، والشمعة الثالثة أكدت الشهاب الثاني. موضوع التأكيدات في عملية التداول مهم جدا، وبدون التأكيدات عمرك ما هتقدر تحكم على النموذج وعلى مدى صحته. وخلي بالك، احنا قلنا ان نتيجة المعركة لا يمكن التنبؤ بها الا بعد ان تغلق الشمعة بشكل كامل. مرة اخرى اذكرك، اللون لا يهم في نموذج الشهاب وفي نموذج المطرقة المقلوبة. وخلي بالك، بفكرك ان الذيول بتلعب دور كبير جدا في الدعوم والمقاومات على حسب اماكن تواجدها. مثال 4 على الانفيرتد هامر، هي نفس شكل الشوتينج ستار، ولكن بتكون بعد اتجاه هابط. وحتى تكون هذه الشمعة صحيحة لازم يكون جسمها في الجزء السفلي للشمعة ككل، ويكون الظل السفلي متناهي في الصغر أو عديمة الظل، وذلك بيكون أفضل. والظل العلوي يكون على الأقل ضعفي الجسم، أي طوله مرتين. لو تلاحظ كل هذه الشروط محققة، أما موضوع اللون فهو غير مهم،
بالنسبة للشهاب والمطرقة المقلوبة الشوتينج ستار والإنفيرتد هامر سواء كان بنفس اللون أو مختلفين، ولكن لما يكون اللون عكس الألوان السابقة فهذا يعطي دلالة أقوى، كما بالشارت اللي موجود قدامي كان البائعون مسيطرين، بعدها بدأ المشترين هم الذين يسيطروا وظهر لنا اللون الأخضر. لو كان باللون الأحمر لا يفقد مصداقيتها وصحتها من كونها مطرقة مقلوبة inverted hammer، ولكن باللون الأخضر عكس لون الاتجاه السابق يعطيها قوة أكبر في الإنعكاس. كمان لو تلاحظ على الشرط اللي قدامك ده عندنا هنا جاب أي فجوة سعرية، لو لاحظت ان الشمعة اللي جت بعد شمعة المطرقة المقلوبة اغلقت اعلى جسم الشمعة، وهذا تأكيد على بداية الانعكاس او على الاقل بدأ السعر في تغيير سلوكه السعري. الشيء الملفت في هذا المثال زي ما قلت هو وجود جاب اي فجوة سعرية، هذه الفجوة واغلاق الشمعة الثانية فوق شمعة المطرقة المقلوبة هذا كله يؤكد أن السعر فعلا بدأ في الانعكاس ويغير اتجاهه السابق. بغض النظر هينعكس مباشرة أو هيدخل في مرحلة انتقالية، هذه إشارة لا يمكن إهمالها اللي هي إيه؟ إغلاق الشمعة التي أتت بعد شمعة الانفيرتد هامر أعلى من شمعة المطرقة نفسها، هذا تأكيد لي أن السعر سوف ينعكس ويغير اتجاهه. وهناك نماذج خاطئة عن شمعة الشهاب قد تبدو للوهلة الأولى أنها نماذج صحيحة، بس لو دققت فيها شوية هتلاقيها غير صحيحة. النموذج الأول الشكل اللي عليه مستطيل ده، من أول وهلة هتقول إن ده رجل معلق مكتمل الشروط مفيش نقاش، لكن بص كده على الشمعة اللي بعدها هي شبه الشهاب ولكنها غير صحيحة، لأن جسم الشمعة مقارنة بذيلها الذيل لا يساوي ضعفي جسم الشمعة تقريبا، طول الذيل يساوي طول الشمعة أو أزيد منه شوية، في هذه الحالة لا يمكن اعتباره شمعة شهاب، وكمان الظل السفلي مساويا تقريبا طول جسم الشمعة، وهذا ما يجعله يفقد مصداقيته وكونه شمعة شهاب صحيحة، وبالتالي هي شبيهة بالشهاب ولا يمكن اعتبارها شهاب. طيب ما هو سبب حدوث الانعكاس؟ السبب هو شمعة الرجل المعلق وليس شمعة الشهاب، وتعتبر الشمعة اللي شبيهة بالشوتينج ستار هي اللي ادتني تأكيد لشمعة الهانجينج مان لأنها أغلقت أسفل جسم شمعة الهانجينج مان. النموذج الثاني على الشمعة الشبيهة بالإنفيرتد هامر وليست إنفيرتد هامر، عندي اتجاه هابط، عندي الشمعة الحمراء اللي عليها مستطيل دي شبيهة بالمطرقة المقلوبة ولكنها ليست مطرقة مقلوبة صحيحة. لماذا؟ الذيل صغير ويكاد ينعدم، هذا شرط صحيح. الجسم موجود أسفل الشمعة، هذا أيضا شرط صحيح، لكن لما تبص على الذيل العلوي هتلاقي أنه أقل من ضعفي جسم الشمعة، يعني تقريبا يساوي طول جسم الشمعة وزيادة قليلا، عشان كده قلنا أن دي مش شمعة inverted hammer. بس لو لاحظت هتلاقي أن السعر فعلا عكس، بس مش بسبب الانفيرتد هامر ولكن بسبب نموذج انعكاسي اخر موجود سوف نتكلم عنه فيما بعد. المهم ان هذه الشمعة ليست انفيرتد هامر لانها لم تتوفر فيها الشروط الصحيحة اللي احنا عارفينها واتكلمنا عنها قبل كده بالتفصيل. دلوقتي هناخد مثال عام على شرط كامل نحاول نطلع منه بعض الملاحظات اللي ممكن تصادفنا من خلال النماذج اللي احنا اتعلمناها النهاردة، الهانجينج مان والهامر والانفيرتد هامر والشوتينج ستار. هذا الشرط على الإطار اليومي، على الفريم اليومي، كل شمعة تمثل يوم يعني لها مصداقيتها العالية. رقم واحد، شمعة الشهاب اللي قدامي دي شوتينج ستار، دي شمعة شهاب صحيحة، جميع الشروط متوفرة فيها، الزير السفلي قصير جدا، الجسم الأسفل، الظل العلوي تقريبا ضعف طول الجسم الشمعة، عشان كده بعد ما تكون عندي الشوتينج ستار حدث بعدها هبوط للسعر على طول. رقم اتنين، حدث معي صعود بس بسبب نماذج أخرى هنناقشها بعدين، ولكن أنا اللي يهمنا الاتجاه الصاعد اللي جه في نهايته شمعة هانجينج مان مستوفي لكل الشروط، الجسم موجود في الجزء العلوي، الذيل العلوي للشمعة يعتبر قصير جدا، والذيل السفلي ضعف جسم الشمعة،
وعلى الرغم من ذلك ما حصلش انعكاس. ليه؟ لأن شمعة التأكيد اللي جت بعد الهانج مان لم تغلق تحت جسم شمعتها ولا تحت ذيلها، وبالتالي فشلت شمعة الهانج مان في عكس الاتجاه. لذلك من المهم جدا انتظار التأكيد بعد الشموع الأربعة التي ذكرناها. رقم 3، مرة أخرى بعدما صعد السعر تكون عندي نموذج الشهاب، جميع الشروط متوفرة فيه، جاء في نهاية اتجاه صاعد، جسم الشمعة لأسفل، ظل الشمعة السفلي صغير جدا، والظل العلوي أكثر من ضعفي جسم الشمعة. لكن لو تلاحظ بعد هذا الشهاب لم يحدث الانعكاس بشكل مباشر. لماذا؟ لأنه كما قلنا لازم يكون عندي شمعة تأكيد بعد أحد النماذج الأربعة التي تكلمنا عنها. الشمعة الموالية لشمعة الشهاب بدأت في هذا المستوى وأغلقت عند هذا المستوى، كنا محتاجين إغلاق تحت الشهاب حتى نتأكد إن فعلا بدأ الإنعكاس. بعدها تشكلت معي شمعة الهانجينج مان، وهو أيضا نموذج صحيح، بس الشمعة اللي جت بعده لم تعطي تأكيد على أن الجسم أغلق تحت الهانجينج مان، أي تحت الذيل الخاص بشمعة الشهاب. لكن هذه الشمعة الثالثة هي التي فصلت في الموضوع، لأن احنا عارفين إن احنا بنرجع لآخر شمعة انعكاسية اتشكلت معانا لما حدث الإغلاق تحت الجسم الأساسي للهنج جمان. هنا بإمكاني إن أنا أقول إن فعلا حدث الانعكاس أو بدأ الانعكاس، والقوة الأكبر للانعكاس تحدث بعد الظل، أي بعد أن تغلق أي شمعة بعد كده بعد ظل الهنج مان. رقم 4، هذا المكان أيضا كان سبب في هذا الصعود العنيف بسبب نماذج أخرى من الشموع اليابانية غير اللي احنا درسناها النهاردة، ولكن بعد هذا الصعود اللي حصل تكون عندي في نهاية هذا الاتجاه الصاعد، تشكل عندي نموذج الهنج مان مرة أخرى بنسبة صحيحة 100%. ولكن كما ذكرنا في بداية المحاضرة أنه بعد تشكل النموذج الانعكاسي عندي 3 احتمالات، إما السعر ينعكس أو السعر يدخل في حركة انتقالية أو عرضية ثم ينعكس، أو يفشل النموذج كما حدث في هذا المثال وبعدها واصل السعر صعوده إلى أعلى. سبب الصعود هو نموذج الهانجينج مان، شمعة التأكيد اللي جت بعده لم تغلق أسفل الجسم أو أسفل الظل السفلي للجسم، ولكن جاءت الشمعة الخضراء أغلقت أعلى من شمعة الهانجينج مان، مما أكد سيطرة الثيران. طيب هذه الشمعة الأخيرة هل يمكن اعتبارها شوتينج ستار؟ طبعا لا يمكن اعتبارها شمعة شوتينج ستار، لأن الجسم تقريبا يساوي طول الظل العلوي. والمحاضرة رقم 21، عنوان المحاضرة النموذج الابتلاعي انجالفينج باترن، وهو ينقسم إلى نوعين، نموذج ابتلاعي دببي بريش انجالفينج ونموذج ابتلاعي شرائي بوليش انجالفينج. هذا النموذج بنوعيه من النماذج التي لديها القدرة على عكس اتجاه حركة الأسعار، حيث أنه من النماذج الإنعكاسية المفصلية. وكنا في المحاضرة السابقة قد تكلمنا عن أول هذه النماذج وهي شموع البمبار، وقلنا أنها تنقسم إلى 4 أقسام، هانجينج مان وهامر انفيرتد هامر وشوتينج ستار. بالنسبة لنموذج البيعي اللي هو البرش، هو نموذج يأتي بعده انخفاض في الأسعار، بمعنى أنه عندما يتكون يكون بعده عمليات بيع. أما النموذج الشرائي اللي هو البوليش هو نموذج يأتي بعده ارتفاع في الأسعار، أي أنه عندما يتكون بعده تأتي عمليات الشراء، وهو بكلا نوعيه من النماذج المهمة جدا والتي يعتمد عليها في التداول لكثرة ظهوره على الشرط. أول حاجة نبدأ بها هو الشكل العام للنموذج. في الحالة العامة يتشكل هذا النموذج من شمعتين، الأولى تكون صغيرة والثانية التي تأتي بعدها مباشرة تكون أكبر منها في الحجم، وهذا يتحقق سواء في النموذج الابتلاعي الدببي اللي هو البريش أو الشرائي بوليش، دائما تكون الشمعة الثانية
أكبر من الشمعة الأولى في الحجم، وهذا بالنسبة للشكل العام. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن، طالما أن الشكل متشابه، فما هو سبب اختلاف التسمية؟ سنجاوب على هذا السؤال من خلال مثال عملي على الشرط على كل من النموذجين، وبالمثال يتضح المقال. دلوقتي هنعرف شكل وشروط تكون هذا النموذج وإزاي نقراه، ثم بعد كده إزاي نستخدمه في التداول. أولا النموذج البيعي البريش انجولفينج. لاحظ معي هذه الشمعة الخضراء بدأت من هذا المستوى وانتهت في هذا المستوى، بعدها كان في شمعة تانية فتحت أعلى منها وأغلقت بعد نهاية الجسم الخاص بالشمعة الأولى. هذا يعتبر نموذج ابتلاعي انجولفينج، نسميه دبابي بريش بحكم تواجده في نهاية اتجاه صاعد. وعلى ذلك فإن البريش انجولفينج باترن يتكون في نهاية اتجاه صاعد أو في أماكن غالبا ما تعبر عن الاتجاه الصاعد. كمان لو تلاحظ هنا فيه نموذج آخر في هذه المنطقة بيعبر برضو عن نموذج ابتلاعي، وهو تأكيد للنموذج السابق. ثانيا بالنسبة للنموذج الابتلاعي الثاني اللي هو البوليش انجولفينج، ده بيكون دايما بعد حركة نازلة ثم يتشكل في نهاية هذه الحركة، أي في نهاية الاتجاه الهابط، وهذا هو سبب التسمية. غالبا يأتي بعد هذا النموذج انعكاس للأعلى. ودلوقتي يلا بينا نتعرف على معايير تشكل كل من النموذجين. والمقصود بالمعايير هي الأسس والقواعد اللي أنا لو شفتها متوفرة في أي من النموذجين أقدر أحكم عليه إذا كان بيعي أم شرائي. يعني إمتى أقول إن أنا عندي نموذج دببي أو عندي نموذج شرائي، وإيه هي الشروط الكاملة التي يجب أن تتوفر في هذا النموذج وتكون محققة له. بالتالي يمكن استغلال هذا النموذج في التحليل الفني، ومن ثم استغلاله في التداول سواء بالبيع أو بالشراء. أولا أن يكون السوق في مسار عام واضح، إما صاعد أو هابط، حتى لو كان هذا المسار قصير أو غير طويل. وعموما الشرط ده ينطبق على كل النماذج الإنعكاسية، إما يكون الاتجاه صاعد أو هابط. أما إذا تشكلت هذه النماذج في حركة عرضية فإنها لا تحمل نفس القوة في عكس الاتجاه، عشان كده بنقول إنها لابد أن تتشكل في نهاية ترند صاعد أو في نهاية ترند هابط. وزي ما قلنا النموذج السيراني بوليش يتواجد في نهاية الاتجاه الهابط، بينما النموذج الدببي بريش يتواجد في نهاية الاتجاه الصاعد. وكمان قلنا لو كان هذا الاتجاه قصير مفيش مشكلة، يعني مثلا يكون عندي 5 أو 6 شموع ورا بعض وفيها نوع من القوة والزخم في الصعود وتشكل بعدها نموذج دببي، هذا يسمح لنا بالتنبؤ بالإنعكاس، ومن ثم دخول صفقات بيع مع البائعين حتى ولو كان الترند قصير. ثانيا من معايير تشكل هذا النموذج هو أن جسم الشمعة الثانية يجب أن يبتلع بداخله تماما جسم الشمعة الأولى. طيب دلوقتي خلينا نبدأ بالنموذج السيراني البوليش انجولفينج. قلنا أنه يتكون في نهاية اتجاه هابط، يتشكل معي هذه الشمعة بشكل عادي، بعد كده الشمعة التي تأتي بعدها مباشرة والتي تليها مباشرة جسم شمعتها يبتلع جسم الشمعة الأولى بالكامل. وهذا هو الشرط الأساسي اللي يخليني أتنبأ بحدوث الإنعكاس. زي المثال اللي قدامنا ده على الشرط، هتلاقي مثلا في هذه الحالة جسم الشمعة الخضراء دي
ابتلع جسم الشمعة الحمراء اللي قبلها، وكمان الظلال العلوية والسفلية. وعموما حتى ولو لم يبتلع الظلال، يظل النموذج صحيح، ويعتمد على أنه هيتسبب في عكس الاتجاه. يعني أهم حاجة أنه يبتلع الجسم، وليس شرطا أن يبتلع الظلال. ونفس الشيء بالنسبة للنموذج الدببي البيرش انجولفينج، يكون في نهاية اتجاه صاعد، حيث يكون لدينا شمعة خضراء صاعدة. الشمعة الحمراء اللي بتيجي بعدها مباشرة تبتلع الجسم كله للشمعة الخضراء، وليس شرطا أن تبتلع الظلال. ثالثا من معايير تشكل هذا النموذج، لابد أن يكون لون الشمعة الثانية عكس لون الشمعة الأولى. وزي ما قلنا في المحاضرة اللي فاتت لما اتكلمنا عن نماذج البيمبار، قلنا إن هناك في البيمبار اللون غير مهم، أما هنا في النموذج الابتلاعي الانجولفينج يشترط عندي بصورة أساسية أن يكون لون الشمعتان مختلفتان. يعني النموذج الثيراني البوليش اللي بيتكون في نهاية اتجاه هابط، لازم يكون عندي شمعة بيعية حمراء تيجي بعدها شمعة شرائية خضراء. هذه الشمعة الخضراء تبتلع تماما جسم الشمعة الحمراء، والعكس صحيح في النموذج الدببي اللي هو البرش اللي يتكون في نهاية اتجاه صاعد، لابد أن يكون عندي شمعة شرائية خضراء يجي بعدها مباشرة شمعة بيعية حمراء تبتلع بداخلها تماما جسم الشمعة الخضراء. تذكر دائما أن ده شرط أساسي لتكون هذا النموذج، ولا يمكن التنازل عنه، لأن زي ما هنعرف بعدين أن فيه نماذج شموع يابانية تتشابه من حيث الشكل، وحتى كمان من حيث اللون، وأيضا من حيث الأثر، ولكن تختلف في المسميات. وده محتاج من المتداول أنه يكون مركز في الأشكال دي، وعارف بالظبط إيه اللي بيجي الأول وإيه اللي بيجي التاني. وبرضو أحب أكد أن ده شرط أساسي وليس اختياري بالنسبة للنموذج الابتلاعي سواء الدببي أو الثيراني. رابعا، ممكن يستثنى اللون من شرط تكون النموذج الابتلاعي إذا كانت الشمعة الأولى صغيرة جدا أو دوجي. في هذه الحالة ممكن أستثني وأستبعد شرط اللون. هذه هي الحالة الوحيدة اللي احنا نقدر فيها نتنازل عن شرط اللون في النموذج الدببي أو الثيراني. زي الشمعة دي اللي موجودة قدامي، لو كانت متناهية في الصغر، يعني بتكون بهذا الشكل الثيراني، في هذه الحالة حتى لو كانت باللون الأخضر مفيش مشكلة، يمكن اعتبارها نموذج ثيراني ونتنبأ بصعود الأسعار. نفس الشيء بالنسبة للنموذج الدببي. ممكن في حالة ما إذا كانت الشمعة اللي فيها دوجي، لأن الدوجي ليس له لون، في هذه الحالة أستبعد شرط اللون باعتبار أنه ما عندوش جسم. في هذه الحالة ممكن نعتبره نموذج ثيراني، وممكن يعكس السعر بشكل كبير جدا. ونفس الشيء بالنسبة للنموذج الدببي، لما تيجي الشمعة الثانية حمراء واللي قبلها دوجي، ده يعتبر نموذج ابتلاعي صحيح. تذكر جيدا هذه هي الحالة الوحيدة اللي احنا ممكن نتنازل فيها عن شرط اللون بين الشمعتين الأولى والثانية. طيب دلوقتي تعالوا نتكلم عن العوامل اللي بتزود في احتمالية الانعكاس في النموذج الابتلاعي، بمعنى ان الشروط اللي احنا قلناها الأول دي هي الشروط الأساسية المطلوبة لتحقق النموذج. أما الحاجات التانية اللي احنا هنقولها دلوقتي دي عوامل مساعدة عندما تتواجد تقوي
من موقف النموذج الابتلائي من حيث قدرته على إحداث الإنعكاس. العامل الأول، إذا كان جسم الشمعة الأولى صغير جدا وجسم الشمعة الثانية كبير جدا، ده بيخضع لرؤيتك وتحليلك الشخصي، وده بينطبق على كل من النموذجين سواء الثيراني أو الدببي. تذكر دائما أن تباين واختلاف جسم الشمعة الأولى بالنسبة للشمعة الثانية من حيث الحجم واللون مؤثر جدا في قوة النموذج الابتلاعي. العامل الثاني اللي بيزود من احتمالية الانعكاس ويقويها، إذا ظهر نموذج بعد تحرك اتجاهي طويل أو سريع، بمعنى أن يكون قد تشكل عندي اتجاه منذ فترة طويلة، مثلا خلال 30 يوم السعر في صعود، ثم تشكل معي نموذج ابتلاعي بريش انجولفينج باترن، هنا بيكون في احتمالية كبيرة جدا للانعكاس، وكمان لو كان الاتجاه سريع. ولما نقول اتجاه سريع، هذا ليس معناه اتجاه قصير، وإنما يعني أن الشموع صاعدة مثلا تكون ممتلئة وترفع السعر بشكل كبير جدا. لما يحدث بعدها نموذج ابتلاعي دببي، هنا أيضا يكون نموذج انعكاسي قوي، واحتمالية عكس الاتجاه بتكون كبيرة جدا. فلما يكون عندي حركات سريعة لعدة شموع متتالية، ويحدث عندي واحد من هذه النماذج الثيراني في حالة ما إذا كانت حركة الشراء قوية، أو الدببي في حالة ما إذا كانت حركة البيع قوية، ده بيديني احتمالية أكبر لانعكاس السعر مقارنة بشكل الشروط الأساسية فقط. يعني لما تتشكل معي الشروط الأساسية الأربعة اللي احنا قلناهم في الأول، يبقى كده تمام، أحكم إن كده عندي نموذج انعكاسي وسوف ينعكس السعر. لكن لما يكون عندي هذه العوامل بالإضافة إلى الشروط الأساسية، فده بيزود احتمالية الانعكاس بالنسبة للنموذج الابتلاعي. فكل ما بيكون حجم التداول في اليوم التاني كبير، كل ما ده بيدي احتمالية أكبر للانعكاس سواء في النموذج الدببي أو في النموذج الثيراني. كمان إذا ابتلع جسم الشمعة الثانية عدة شموع دفعة واحدة، برضو ده بيدي احتمالية أكبر للانعكاس. فمثلا بالنسبة للنموذج الشرائي الثيراني بوليش انجولفينج باترن، قلنا إنه بيكون في نهاية اتجاه هابط. هذا الاتجاه بيكون عبارة عن مجموعة من الشموع. لما يشكل النموذج الابتلاعي الشرائي والشمعة الثانية تغلق فوق عدة شموع وليس فوق شمعة واحدة، هنا بالنسبة لي أنا كده بيكون فيه تأكيد أكبر ليا على عكس الاتجاه. نفس الشيء بالنسبة للنموذج الابتلاعي البيعي البيرش انجولفينج باترن، قلنا إنه بيكون في نهاية اتجاه صاعد. هذا الاتجاه بيكون عبارة عن مجموعة من الشموع. حينما يتشكل هذا النموذج الابتلاعي البيعي، الشمعة الثانية تغلق أسفل عدة شموع وليس أسفل شمعة واحدة، وتبتلع كل ما سبقها. كده يبقى ده تأكيد ليا إن الانعكاس سوف يحدث، وأن هذا النموذج الابتلاعي قوي جدا ويحسب له ألف حساب في التحليل الفني. إذن هذه هي جميع النقاط اللي المتداول لازم يخلي باله منها لما يلاقي نموذج ابتلاعي. ملخص ما قلناه، الشروط الأربعة الأولى هي معايير تشكل النموذج، هي المسؤولة مسؤولية تامة عن تكون النموذج، واللي من خلالها أقدر أحكم على النموذج إذا كان انجولفينج أم لا. أما النقاط الأربعة الأخيرة فهي عوامل مساعدة على زيادة عملية الانعكاس، وهي عوامل مكملة ومقوية للانعكاس، وكلما تواجدت كلما أعطت قوة أكبر للنموذج. ودلوقتي هنشوف مع بعض أمثلة عملية حول النموذج الابتلاعي الدببي والثيراني. المثال الأول على النموذج الابتلاعي الدببي،
ثم ننتقل إلى النموذج الابتلاعي الثيراني. بداية المثال، لاحظ معي كيف كان الاتجاه صاعد وظل محافظ على نفس الأداء لغاية ما تشكل معنا هذا النموذج الابتلاعي الذي بداخل المستطيل. زي ما قلنا بكده في شروط تكون النموذج، الشرط الأول إن الشمعة الثانية تبتلع الشمعة الأولى وهذا الشرط محقق. الشرط الثاني أن لون الشمعة الثانية مخالف للون الشمعة الأولى وهذا الشرط أيضا محقق، حيث أن لون الشمعة الثانية حمراء والشمعة الأولى خضراء، وعلى ذلك فإن هذا الشكل يكون محقق فيه النموذج الابتلاعي بنسبة 100%. عند تشكل هذا النموذج الابتلاعي نتوقع مباشرة أنه سوف يكون هناك انعكاس. طيب تعالوا كده نتأكد من العوامل المساعدة والمكملة اللي بتزود من قوة هذا الانعكاس. هتلاحظ أن الشمعة الحمراء الثانية ابتلعت الشمعة الخضراء التي قبلها بكاملها، وكمان ابتلعت حوالي 3 أو 4 شموع قبلها. ده بيأكد أنه سوف يكون هناك انعكاس للسعر، حتى لو تلاحظ أنه حدث نوع من إعادة الاختبار في السعر بظهور هذه الشموع الخضراء الصغيرة، بس في الآخر السعر هبط ونزل بشكل عنيف جدا. وكمان لو لاحظت على الشرط ده فيه نموذج انعكاسي آخر يؤكد عملية حدوث الانعكاس بشكل آخر. لاحظ معي موجودة عندي شمعة هنا للمشترين في هذه المنطقة، وبعدها كان فيه شمعة ابتلاعية ابتلعت أكتر من 4 شموع، هذا أيضا أكد الانعكاس بشكل كبير. لو تلاحظ أن الشموع اليابانية في حد ذاتها بمفردها بتديني كتير من المعلومات، أنا لو فهمتها صح بإمكاني أستغل هذه المعلومات في إجراء صفقات ناجحة سواء بالبيع أو بالشراء. يعني مثلا ممكن أتداول بالنموذج الابتلاعي ده بشكل عملي، لو حبيت أدخل صفقة بيع في المثال اللي قدامي ده أدخل وأنا مطمن بعد غلق الشمعة الابتلاعية الحمراء في النموذج الأول. عشان كده أحب أكد على إن الشموع اليابانية لما نفهمها كويس ونعرف أسرارها ونعرف شروطها والعوامل اللي بتزود من قوتها نقدر إن إحنا نستغلها في التداول بشكل جيد وفي التداول السريع إن صح التعبير. يعني في المثال اللي قدامي ده أقدر أستغل هذا النزول اللي حصل عندي في الأسعار نتيجة وجود نموذج انجلفينج من غير ما نلجأ للتحليلات أخرى أو مدارس تحليل فني أخرى. إذا كنت تجيد استخدام الشموع اليابانية بشكل ممتاز تقدر تستغلها في عمليات البيع أو الشراء. ودلوقتي هناخد مثال 2 على النموذج الابتلاعي الشرائي اللي هو البوليش انجلفينج باترن، وده نموذج ابتلاعي سيراني هنتوقع انه هيعكس السعر الاعلى ويديني صعود في الاتجاه بعد ان يتكون. الشرط اللي قدامي ده فيه كذا نموذج بوليش. طيب نشوف كده النموذج رقم 1 في هذه المنطقة، واضح انه نموذج ابتلاعي. اذا حاولنا ان نطبق عليه الشروط اللي احنا تعلمناها في محاضرة النهاردة، اول شيء هتلاحظ ان الشمعة الاولى باللون الاخضر جاءت في نهاية اتجاه صاعد. اي نعم هو اتجاه قصير بس مفيش مشكلة، المهم انها جاءت في اتجاه صاعد وليس في اتجاه عرضي زي ما احنا شايفين كده على الشرط. بعد هذه الشمعة الخضراء تشكلت معي شمعة حمراء اكبر منها افتتحت اعلى من جسم الشمعة الاولى واغلقت اسفل من ذيلها وابتلعت جسمها بالكامل. مبدئيا كده زي ما قلنا قبل كده إن الشمعة الثانية الحمراء لما تبتلع الجسم للشمعة الخضراء فهذا يكفي لتحقق صحة النموذج، ولكن لما تبتلع إحدى الذيلين أو كلاهما فهذا من بين عوامل قوة النموذج الابتلاعي وقدرته على عكس الاتجاه،
لاحظ ماذا حدث بعد تشكل هذا النموذج. طيب أدخل صفقة بيع إمتى؟ أدخل صفقة بيع بعد غلق الشمعة الحمراء التي ابتلعت الشمعة الخضراء، يعني أدخل صفقة بيع عند المكان ده اللي عليه كلمة بيع من هنا. طيب في حاجة كويسة كمان على الشرط ده عايز أقول لكم عليها، يا ترى أفضل أخد صفقات بيع لغاية إمتى؟ أخد صفقات بيع لغاية ما يتشكل عندي نموذج إنعكاسي آخر يعكس الاتجاه السابق، زي ما احنا شايفين كده على الشرط. أفضل أبيع لغاية ما يتشكل عندي نموذج زي نموذج المطرقة اللي اتكلمنا عنه قبل كده في الشكل اللي قدامي ده. إذن الشموع اليابانية يمكن توظيفها بمفردها عمليا في التداول وليس فقط في التحليل الفني، بس الجزئية دي هنتكلم عنها فيما بعد إن شاء الله. بس اللي أنا عايزك تلاحظه إن النموذج الابتلاعي الدببي كان سببا في هذا النزول اللي قدامك ده. وكمان رقم 3، لو تلاحظ وصل السعر لمستويات محددة وعمل لي نموذج ثيراني. هذا النموذج كان عبارة عن اتجاه قصير للبائعين، وافتكر ان احنا قلنا قبل كده ان النموذج الابتلاعي ممكن يجي في اتجاه طويل او اتجاه قصير، مفيش مشكلة. بعد تشكل الشمعة الحمراء الاولى هذه تلتها شمعة موالية خضراء اكبر منها، فتحت اسفل ظل الشمعة الحمراء اللي قبلها واغلقت اعلى من جسمها. في هذه الحالة هذه الشمعة الحمراء ابتلعت الشمعة الخضراء التي قبلها بالكامل بجسمها بظلالها بكله. لكن أحب أكد أن ابتلاع الجسم فقط في حد ذاته يكفي لتكون هذا النموذج. طيب لو حبيت أتداول بعد تكون هذا النموذج على الفريم اليومي، أدخل بصفقة شراء من هذه المنطقة من بعد ذي الشمعة الخضراء مباشرة، وافضل مستمر في الشراء الى ان يظهر لي نموذج اخر عاكس للاتجاه، زي مثلا النموذج اللي قدامي ده شوتينج ستار اللي موجود هنا. لو تلاحظوا ان احنا بنحلل وبنتداول وفقا لنموذج واحد من الشموع اليابانية وهو الانجالفينج باترن بنوعيه، مما يعطي هذا النموذج قيمة وأهمية كبرى. ولمعرفة مدى أهمية هذه النماذج في الشموع اليابانية، تخيل لما تدمج هذه النماذج مع أساليب فنية أخرى أكيد هتكون الصورة أوضح وأحسن حول حركة السعر، وده هيديك فرص ناجحة وصفقات ناجحة أكتر سواء بالبيع أو بالشراء. وفي نماذج بتبقى غير صحيحة، ما بتبقاش نماذج ابتلاعية لكنها شبيهة بالنماذج الابتلاعية، لازم ناخد بالنا منها كما هو موضح عندي على الشرط. المثال اللي قدامي ده شايفين هذا النموذج اللي عليه مستطيل يشبه كتير النموذج الابتلاعي، لكن هو ليس نموذج ابتلاعي لأن الشمعة الثانية الحمراء فتحت عند أقل من نهاية الشمعة التي قبلها، والمفروض إنها تفتح أعلى من مستوى الشمعة التي قبلها، وبالتالي نقدر نقول إن هذه الشمعة الحمراء لم تبتلع بداخلها بالكامل الشمعة الخضراء التي قبلها. يجب الانتباه جيدا لمثل هذه النماذج اللي شبه الانجالفينج باترن، بتبقى نماذج غير صحيحة ولا يمكن اعتبارها نماذج صحيحة ولا يمكن الاعتماد عليها في عملية التداول كنموذج ابتلاع. ودلوقتي هنتكلم عن النموذج الابتلاعي لما يشكل مع نماذج الشمعة الواحدة. لو تفتكروا ان احنا قلنا في شروط النموذج الابتلاعي إن الشمعة الأولى تكون أقل حجما من الشمعة الثانية، والشمعة الثانية مهم جدا أن تبتلع جسم الشمعة الأولى بالكامل، بغض النظر إذا كان النموذج الابتلاعي بقى دببي أو ثيراني. نشوف كده المثال اللي قدامي ده، لو تلاحظ في هذه المنطقة لاحظ أنه حدثت معي شمعة خضراء ثم فتحت الشمعة الثانية الحمراء أعلى من جسم الشمعة الأولى وأغلقت بعد جسمها. هذا يعتبر نموذج ابتلاعي بنسبة 100%،
ولكن اللي بيزود التأكيدات أكتر على حدوث الانعكاس أن هذه الشمعة الخضراء هي نفس شمعة الشهاب نجمة المساء شوتينج ستار اللي اتكلمنا عنها في المحاضرة السابقة. وهذا يعني أن النموذج الابتلاعي قد يأتي بشكل فردي كنموذج انجولفينج باترن، أو يأتي بشكل مركب. يعني في المثال اللي قدامي ده، الشمعة الأولى دي ممكن تكون شمعة عادي جدا ليس لها اسم، مجرد شمعة وخلاص، وتعمل مع الشمعة الثانية اللي بعدها كنموذج انجولفينج باترن. وأيضا ممكن تكون الشمعة الثانية دي في حد ذاتها نموذج شموع يابانية انعكاسية. في هذه الحالة بتزود وبتقوي من عملية عكس الاتجاه بنسبة كبيرة جدا زي ما شفنا في المثال اللي قدامنا ده. من المهم جدا ان احنا نعرف هذه التركيبات اللي بتكون على مستوى الشموع اليابانية مع بعضها البعض. مهم جدا ان يكون عندك معلومة على النموذج اللي قدامك، بس برضو تاخد بالك ان هذه الشموع قد تكون متداخلة مع بعضها البعض، وفي هذه الحالة بتزود من قوة النموذج وتداعمه، وخاصة لو كان كلا النموذجين أو الشمعتين لهما الخاصية الانعكاسية. في هذه الحالة وفي الشكل اللي قدامك ده، لاحظ بعد تكون هذا النموذج الابتلاعي حجم التداول اللي جه بعد كده وحجم الانعكاس اللي حصل بعد تكوين هذا النموذج. يعني تكون الشوتينج ستار مع الانجولفينج دعم وقوى النموذج وغير الاتجاه من اتجاه صاعد الى اتجاه هابط بصورة قوية جدا. يعني اللي حصل قدامي ان ده نموذج ابتلاعي دببي تشكل مع شمعة انعكاسية عارفينها من المحاضرة السابقة، ده ادى بنسبة كبيرة جدا الى انعكاس الاتجاه، ودي من ضمن النقاط المهمة جدا اللي يجب على المتداول اللي يريد النجاح والمكسب ان يتعلمها ويضعها في الاعتبار، ألا وهي تركيب النماذج مع بعضها البعض. مثال آخر عندي على هذا الموضوع في هذه المنطقة، لو تلاحظ أنه كان عندي اتجاه صاعد يعتبر اتجاه مطول شوية طويل جدا. شايفين إزاي بيكون الاتجاه مطول؟ يعني تحرك بشكل بطيء على فترات زمنية طويلة جدا، بعدها تشكل معي نموذج ابتلاعي. طيب تعالوا كده نقيم الشروط الأساسية للنموذج. عندي شمعتين مختلفتين في اللون، نموذج دببي بيعي بيريش انجولفينج، الشمعة الأولى باللون الأخضر والثانية باللون الأحمر، وكمان عندي الشمعة الثانية ابتلعت بداخلها بالكامل الشمعة الأولى. وعندي كمان كتأكيد إضافي إن الشمعة الخضراء الأولى كانت شمعة رجل معلق هانجينج مان، مع الشمعة اللي جت بعدها شكلها نموذج البيريش انجولفينج، جاء بعده انعكاس عنيف جدا. عشان كده بعد تشكل هذا النموذج ادخل صفقات بيع ربحانة وقوية ان شاء الله بعد غلق الشمعة الحمراء الثانية الخاصة بالنموذج الابتلاعي. بس اللي عايز اوضحه واكد عليه ان النماذج لما بتتشكل بشكل مركب بتكون اقوى بكتير من انه لما بتكون الشمعة الأولى شمعة عادية ممتلئة ومتقاربة مع الشمعة التي بعدها. هي نعم نموذج انعكاسي، بس لما بتكون مركبة بالشكل اللي قدامي ده بتكون ذات دلالة أقوى في عكس الاتجاه. وأحب أكد كمان إن أنا لو جيت أتداول وفقا لهذا النموذج بتدخل بعد غلق الشمعة الحمراء الثانية الخاصة بالنموذج الابتلاعي. اللي يهمني من هذا الشرح انك تعرف ان النموذج الابتلاعي قد يأتي بشكل فردي، يعني شموع بتتكون عادية جدا، او قد يأتي بشكل مركب مع نماذج انعكاسية اخرى للشموع اليابانية تزيد من قوتها. هذا الكلام ينطبق على كل من النموذج الابتلاعي الدببي او النموذج الابتلاعي الثيراني. نشوف كده كمان مثال. لاحظ معي هذا النموذج في هذه المنطقة كان الاتجاه نازل بشكل واضح جدا، وبعدها تشكل معي نموذج ابتلاعي ثيراني بوليش انجولفينج باترن. لو حبيت ان انا اتاكد من الشروط الاساسيه للنموذج، يلا كده نفتكرها تاني. لازم يكون الشمعه الاولى بلون مختلف عن الشمعه الثانيه، حيث النموذج اللي قدامي ده نموذج ثيراني
الشمعة الأولى حمراء والثانية خضراء، يبقى هذا الشرط متحقق. كمان لو لاحظت نقطة مهمة في هذه المنطقة، إن الشمعة الثانية بدأت من نفس مستوى إغلاق الشمعة التي قبلها، ولكن أغلقت بعد جسمها وبعد ظلها. هنا أيضا يعتبر النموذج صحيح ومفهوش أي مشكلة. متى يحدث الخطأ ويكون النموذج غير صحيح؟ لو الشمعة الثانية فتحت أعلى من إغلاق الشمعة الأولى. كما تلاحظ بالنسبة للشمعة الأولى كانت عبارة عن شمعة المطرقة، وإحنا عارفين إن شمعة المطرقة في حد ذاتها عبارة عن شمعة إنعكاسية، والشمعة الثانية هي تأكيد لها في هذه الحالة على الصعود. فلما تكونا مع بعض أصبح عندي نموذج ابتلاعي فيه أول شمعة تعتبر نموذج إنعكاسي بمفردها، وهذا غالبا يساعد في رفع الأسعار، وتقدر تدخل صفقة شراء بعد غلق شمعة نموذج الإنجلفينج الخضراء الثانية، حتى مع حدوث مرحلة انتقالية بسيطة قبل الإنعكاس المباشر. وإحنا اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت واللي قبلها إن النماذج الإنعكاسية لها 3 احتمالات. الأول التوقع الأكبر لها هو الإنعكاس، والتاني إن هي تدخلنا في مرحلة انتقالية قبل الإنعكاس، والتالت إنه يفشل النموذج. وفشل النموذج بيبقى له أسبابه اللي إحنا هنتعرف عليها وإحنا بناخد أمثلة إن شاء الله. لو دخلنا من هذا المستوى هنكون استفدنا من هذا الصعود باستخدام الشموع اليابانية فقط. أحب أن أنا أكد كمان مرة على موضوع الفريمات بالنسبة للشموع اليابانية. الفريم اليومي هو الأفضل للتداول، ويليه 4 ساعات، مناسب جدا. وكل ما تنزل لزمن أقل كل ما الشموع تفقد مصداقيتها وقدرتها في التعبير الصحيح عن حركة الأسعار. كل الشموع اليابانية ما تتشكل على فريمات أكبر، كل ما يكون الموضوع أدق وأحسن وأفضل. فريم ال4 ساعات والفريم اليومي مهمين جدا لاستخدام الشموع اليابانية. المهم اللي احنا اتعلمناه في هذا الدرس، عرفنا النموذج الابتلاعي وكل شروطه سواء دببي أو ثراني، عرفنا المعايير اللي ممكن تزود احتمالات الانعكاس، وعرفنا كمان ان في نماذج تشبه النماذج الابتلاعية لكنها غير صحيحة. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن نموذج مشابه للنموذج الابتلاعي لكنه يعتبر اقل تواجد ونادر نوعا ما في الحدوث، لكن في نفس الوقت له أهمية كبرى في انعكاس السعر. هذا النموذج هو دارك كلاود كفر وبيرسينج باترن. الترجمة المعتمدة في اللغة العربية بالنسبة للدارك كلاود كفر إما غطاء السحابة المظلمة أو السحب الركامية القاتمة، أما البيرسينج باترن ترجمته الاختراق أو ثاقب الحلي. كل من النموذجين للوهلة الأولى يبدوان شبه النموذج الابتلاعي انجلفينج باترن، حيث يوجد شبه كبير بينهما وبين هذا النموذج، حيث يتكون هذا النموذج من شمعتين وفيه اختلاف بين لوني الشمعتين، وكمان عندنا تفاوت في مستويات الافتتاح والإغلاق. هذا يظهر للوهلة الأولى، حيث أن كل من دارك كلاود كفر وبيرسينج باترن متشابهان إلى حد كبير. فما هو سبب التسمية؟ وما الفرق بينهما؟ وما هي شروط تكون كل منهما؟ وكيف يستخدم كل نموذج منهما في التداول؟ هذا ما سوف نتعرف عليه في هذه المحاضرة. أولا، سبب اختلاف التسمية، يختلف اسم كل نموذج منهما على حسب تواجد النموذج في المكان السعري. إذا كان موجود في نهاية اتجاه صاعد سمي دارك كلاود كفر، أما إذا كان موجود في نهاية اتجاه هابط سمي بيرسينج باترن. أولا بالنسبة لنموذج دارك كلاود كفر، هذا النموذج يتكون بعد اتجاه صاعد أو في نهاية الاتجاه الصاعد، سواء كان هذا الاتجاه طويل أو كان قصير. لو حبينا نعرف مكان تواجده على الشرط، الشكل اللي عليه مستطيل ده
هذا هو نموذج دارك كلاود كفر، وحالا دلوقتي هنشرحه بالتفصيل. لكن دلوقتي احنا بنعرف سبب التسمية، وكمان بنتعرف على شكله وعلى الشرط. هذا النموذج يتشكل من شمعتين يتواجد في أعلى الأسعار بعد اتجاه صاعد، ويكون في معظم الحالات مسؤول عن عكس الاتجاه إلى أسفل، ولذلك يسمى دارك كلاود كفر. أما نموذج بيرسينج باترن فهو يكون بعد اتجاه هابط، سواء كان هذا الاتجاه طويل أم قصير، يتشكل أيضا من شمعتين، ويكون مسؤول في معظم الحالات عن عكس الاتجاه، وهذا هو سبب التسمية. وبكده يبقى عرفنا سبب اختلاف التسمية في النموذجين، أي أن التسمية ترجع إلى اختلاف أماكن تواجد كل نموذج. لو تواجد النموذج في نهاية اتجاه صاعد سمي دارك كلاود كفر، أما إذا تواجد في نهاية اتجاه هابط سمي بيرسينج باترن. دلوقتي هناخد معايير تشكل نموذج دارك كلاود كفر. ما هي الشروط التي يجب توافرها في هذا الشكل حتى أحكم عليه إن ده دارك كلاود كفر، وبالتالي ممكن أستخدمه في التحليل ومن ثم أستخدمه في التداول؟ عندي 5 شروط أساسية لتشكل هذا النموذج. الشرط الأول، يجب أن يكون السوق في مسار عام واضح أنه صاعد حتى ولو كان هذا المسار قصير، أي لا يأتي في حركة عرضية ولا يأتي في اتجاه هابط. الشرط الثاني، يجب أن يكون افتتاح الشمعة الثانية فوق الظل العلوي للشمعة الأولى كما هو موضح على الرسم. نموذج دارك كلاود كفر جاء في نهاية اتجاه صاعد، واضح إن افتتاح الشمعة الثانية فوق ظل الشمعة الأولى. ولو تفتكر إن ده عكس النموذج الابتلاعي، كان لازم الشمعة الثانية هي اللي تفتح فوق مستوى إغلاق الشمعة الأولى، إنما هنا في هذا النموذج الدارك كلاود كفر الشمعة الثانية لازم تفتح فوق ظل الشمعة الأولى، وهذا شرط أساسي. أما الشرط الثالث فهو إغلاق الشمعة الثانية يجب أن يتجاوز 50% من الشمعة الأولى، يعني الشمعة الثانية تغلق عند أكثر من نصف الشمعة الأولى. إذ لم يتجاوز إغلاق الشمعة الثانية منتصف الشمعة الأولى فلا يمكن اعتبار هذا النموذج صحيح. أما الشرط الرابع فهو اختلاف ألوان الشموع، أي أن لازم الشمعة الأولى تكون شمعة ثيران خضراء شرائية، أما الشمعة الثانية فتكون شمعة دبابة حمراء بيعية. الشرط الخامس والأخير، وده شرط مهم جدا، وهو شرط التداول بهذا النموذج. كيف أتداول بهذا النموذج ويكون تداولي صحيح وصفقتي إن شاء الله ربحانة بنسبة 100%؟ إذا أغلقت الشمعة الثالثة تحت الظل السفلي لأول شمعة في النموذج، أي تحت الظل السفلي للشمعة الخضراء، فهذا تأكيد للبيع، يعني تدخل بيع، تدخل صفقة بيع بعد الشمعة الثالثة، بعد النموذج، بعد ما تغلق تحت الظل السفلي للشمعة الأولى الخضراء كما هو موضح على الشرط. الشمعة الثالثة التي تفتح في هذا المستوى إذا أغلقت تحت الظل السفلي لأول شمعة فهذا عبارة عن تأكيد للبيع، أي أن لازم الشمعة الثالثة تقفل وتغلق تحت الظل السفلي لأول شمعة في النموذج، يعني تحت الظل السفلي للشمعة الخضراء الشرائية. إلى جانب هذه الشروط التي ذكرناها هناك عوامل أخرى إذا أضيفت للشروط السابقة فإنها تزيد من قوة واحتمالية الإنعكاس. ما هي هذه العوامل؟ أول هذه العوامل، كلما زادت درجة الاختراق للشمعة الثانية لأسفل زادت فرصة الإنعكاس، يعني إذا زاد إغلاق الشمعة الثانية إلى مستوى افتتاح الشمعة الأولى
تحول هذا النموذج من دارك كلاود كفر إلى بيريش انجولفينج، وفي هذه الحالة تكون قدرته أكبر على عكس الاتجاه. يعني أنا لو حبيت أعمل مقارنة بينه وبين النموذج الابتلاعي الدببي بيريش انجولفينج باترن، هتلاقي إن النموذج الابتلاعي أقوى في عكس الاتجاه من الدارك كلاود كفر. العامل الثاني، إذا جاء النموذج في مسار صاعد ينتهي بشمع الثيران ممتلئة وبدون ظلال، والشمعة الثانية تفتح من نفس مستوى إغلاق الشمعة الأولى وتغلق عند نفس مستوى افتتاح الشمعة الأولى، فهذا يعطي النموذج قوة أكبر على الإنعكاس. طيب ما معنى هذا الكلام؟ تخيل إن الشمعة الخضراء دي اللي قدامك بدون ظلال، والشمعة الحمراء التي تليها تفتح من عند إغلاق الشمعة الخضراء وترجع تقفل عند مستوى افتتاحها. ده برضو يعتبر شكل من أشكال الدارك كلاود كفر، ويحمل دلالة على حدوث انعكاس في الأسعار. ولكن الشرط الأساسي هنا إن تكون الشمعة الأولى والثانية بدون ذيول، أهم حاجة أن تكون الشمعتان بلا ذيول. أما العامل الثالث، إذا فتحت الشمعة الثانية فوق مستوى مقاومة مهم وأغلقت تحته كما هو موضح بالرسم، تخيل معي اتجاه صاعد، جاءت شمعة الثيران الخضراء الأولى وذيل هذه الشمعة الخضراء كان عند مستوى مقاومة مهم، والشمعة الحمراء اللي جت بعدها فتحت أعلى من مستوى المقاومة وكمان أعلى من ظل الشمعة الخضراء التي سبقتها، إذن كده شرط النموذج محقق. ولكن الميزة الإضافية هنا إن الشمعة الحمراء فتحت أعلى من مستوى المقاومة وكمان أغلقت تحت هذا المستوى عند أكثر من 50% من الشمعة الخضراء، هذا يزود من احتمالية الإنعكاس ويقويه، اللي هو افتتاح الشمعة الحمراء فوق مستوى المقاومة. يبقى عندي النموذج صحيح بشروطه، بالإضافة إلى هذا العامل، ادخل ابتداء من الشمعة الثالثة صفقة بيع. أما العامل الرابع والأخير من عوامل تقوية هذا النموذج هو وجود حجم تداول عالي في الشمعة الثانية. الأسواق الحالية فيها مرونة في أحجام الشموع اليابانية، فتلاقي إغلاق الشموع وافتتاحها بيكون قريب جدا من بعض زي ما احنا شايفين كده على الشرط. هتلاقي الشمعة الحمراء أغلقت عند مستوى معين والشمعة اللي جت بعدها فتحت بعدها بقليل، ولكن في حالات بتلاقي فيها هذه الشمعة الثانية تفتح بشكل مرتفع إذا قارنتها بزيل الشمعة الأولى. تخيل معي إنها فتحت من هذا المستوى ونزلت هذا النزول الحاد وكمان تجاوزت 50%، هذا هو ما نعبر عنه بوجود حجم تداول عالي في الشمعة الثانية، وده بيزود احتمالية الانعكاس بشكل أكبر، وهذا ما نقصده بجملة وجود حجم تداول عالي في الشمعة الثانية. والخلاصة أن هذه العوامل الأربعة التي أضفناها إلى الشروط الخمسة السابقة لتكون النموذج تقوي موقف نموذج دارك كلاود كفر وتدعمه في قدرته على عكس الاتجاه، وبالتالي أنت كمتداول تقدر تدخل صفقة بيع من بعد اكتمال هذا النموذج. أما بالنسبة للعوامل الأربعة التي ذكرناها مؤخرا، إذ لم تتوفر وتوفرت الشروط الخمسة فقط، مفيش أي مشكلة، يظل النموذج صحيح وله القدرة على عكس الاتجاه السابق من اتجاه صاعد إلى اتجاه هابط. والآن مع أمثلة على نموذج دارك كلاود كفر. المثال الأول، قلنا لكي يتكون النموذج لابد أن يكون في ترند صاعد، ومش هيفرق إذا كان هذا ترند قصير أو طويل، زي ما احنا شايفين على الشرط تشكل معي هذا النموذج داخل المستطيل واللي جه في نهاية اتجاه صاعد، وهذا هو الشرط الأول من شروط تكون النموذج وهو محقق. أما الشرط الثاني فهو أن تكون الشمعة الأولى شمعة شرائية خضراء
وهذا أيضا شرط محقق. والشرط الثالث هو أن الشمعة الثانية تفتح أعلى من الظل العلوي للشمعة الأولى، وليس فقط أعلى من جسم الشمعة، وتغلق بعد 50% من الشمعة الأولى، وكمان هذا الشرط متحقق. أما الشرط الرابع والأخير والذي يتحقق في هذا النموذج المثالي هو موضوع الألوان، في تباين واضح بين الشمعة الأولى الخضراء والثانية الحمراء. كده ده نموذج رائع ومثالي بنسبة 100% على الدارك كلاود كفر. طيب السؤال هنا، كيف أستخدم هذا النموذج في التداول؟ زي ما قلنا لازم أستنى شمعة التأكيد الثالثة التي يجب أن تغلق تحت الظل السفلي للشمعة الأولى. يعني إذا أغلقت الشمعة الثالثة أسفل الظل السفلي للشمعة الخضراء الأولى في النموذج، هذا تأكيد لي بحدوث الإنعكاس، أدخل صفقة بيع ربحانة إن شاء الله من خلال هذه الشمعة الثالثة أو من خلال الشمعة التي تليها، أي أن الشمعة الثالثة هي بداية دخول صفقات البيع. طيب كمان لو حبيت أستخدم هذا النموذج في التحليل الفني، هذا النموذج في حد ذاته خلاني أتنبأ باحتمالية انعكاس الأسعار، لكن حسب التحليل الفني الكلاسيكي مبدئيا كده هذه الذيول عند المنطقة المظللة باللون الأصفر تعبر عن مستويات مقاومة، حيث أنها موجودة في الجهة العليا، تبقى دي عندي على طول مستويات مقاومة، السعر لمسها وما قدرش يخترقها وعكس الاتجاه عندها. من الأفضل للمتداول اللي فاهم تحليل فني إنه ما يدخلش مباشرة بعد الانعكاس عند منطقة المقاومة زي ما بيعمل كتير من المتداولين، استنى لما النموذج يكتمل وتظهر شمعة التأكيد الثالثة اللي احنا اتكلمنا عنها وادخل بعدها صفقات بيع. يبقى هنا الصبر ثم الصبر ثم التريس عشان تستفيد من النموذج اللي قدامك بشكل كامل، ويبقى عندك سببين للدخول، السعر لامس منطقة المقاومة ثم عكس، وكمان ظهور نموذج دارك كلاود كفر. واللي أكد الإنعكاس هو إغلاق الشمعة الثالثة تحت ظل الشمعة الأولى الخضراء، ادخل من هذا المكان اللي مكتوب عنده كلمة بيع. ودلوقتي هنتكلم عن شروط تكون نموذج بيرسينج باترن. السؤال، ما هو معايير تشكل هذا النموذج، أو بصيغة أخرى ما هي الأسس والقواعد اللي لما أشوف الشموع اليابانية مكونة بها أحكم على طول إن ده نموذج بيرسينج باترن؟ أول شرط من الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في هذا النموذج أن يكون السوق في مسار عام واضح إنه هابط حتى ولو كان قصير. تاني شرط، افتتاح الشمعة الثانية يجب أن يكون أسفل الظل السفلي للشمعة الأولى، يعني الشمعة الأولى أتت في ترند هابط، إذن تبقى دي شمعة دببة حمراء بقاعين، وكمان الشمعة اللي جت بعدها فتحت أدنى من الظل السفلي للشمعة الأولى، ده شرط أساسي. أما الشرط الثالث فهو إن إغلاق الشمعة الثانية يجب أن يتجاوز 50% من جسم الشمعة الأولى، يعني تغلق الشمعة الثانية عند أكثر من نصف الشمعة الأولى. أما الشرط الرابع هو اختلاف لون الشموع، بيكون عندي الشمعة الأولى دبابية بياعية حمراء والثانية سيرانية شرائية خضراء واضحة وضوح الشمس، وليست شمعة صغيرة أو شمعة دوجي أو ما شابه ذلك. أما الشرط الخامس والأخير، وده أهم شرط عندي، ليه؟ لأن ده هو الإجراء العملي اللي أنا هعمله، وهو كيفية التداول بهذا النموذج. ضروري إن أنا استنى الشمعة الثالثة شمعة التأكيد، بحيث إذا أغلقت الشمعة الثالثة فوق الظل العلوي للشمعة الحمراء الأولى فده تأكيد لي إن الإنعكاس قد تم بالفعل، يعني الشمعة الثالثة إذا فتحت من هذه المستويات وأغلقت أعلى من الظل العلوي للشمعة الأولى، كده أقدر أدخل صفقة شراء منها أو
من الشمعة التي تليها. إذن كده أنا عندي 4 شروط لتكون هذا النموذج. أما الشرط الخامس فهو شرط التداول، وده مهم جدا، وكمان عندي عدة عوامل أخرى تزيد من قوة واحتمالية الإنعكاس في نموذج بيرسينج باترن، وهي: رقم 1، كلما زادت درجة الاختراق لأعلى زادت فرصة الإنعكاس. زي ما قلنا في الشروط، لازم الشمعة الثانية تغلق أعلى من 50% من الشمعة الأولى، لكن كل ما يزيد الاختراق كل ما كانت احتمالية الإنعكاس بتكون أكبر. وخلي بالك إن ممكن في هذه الحالة النموذج بيرسينج باترن يتحول على طول لنموذج بوليش إنجالفينج، وده إذا زادت درجة الاختراق وتعدت جسم الشمعة الأولى. في الحالة دي يصبح نموذج بوليش إنجالفينج باترن، وإحنا عارفين إن النموذج ده له قوة أكبر في عكس الاتجاه. أما رقم 2 من العوامل التي تزيد من احتمالية إنعكاس نموذج بيرسينج باترن، إن المسار لما يكون هابط ينتهي بشمعة دبابية حمراء ممتلئة وبلا ظلال، وكمان الشمعة الثانية تفتح عند نفس مستوى إغلاق الشمعة الأولى وتغلق عند نفس مستوى افتتاح الشمعة الأولى. يعني هيكون فيه بلغة الرياضيات توازي وتطابق بين الشمعتين، وطبعا أهم حاجة إن الشمعتين يكون بلا ظلال علوية أو سفلية، وهذا الشكل أيضا متداولين كتير مش بياخدوا بالهم منه، إنه بيندرج تحت نموذج بيرسينج باترن، وإنه عنده قابلية قوية لعكس الاتجاه. أما العامل رقم 3 هو إذا فتحت الشمعة الثانية تحت مستوى دعم مهم وأغلقت فوقه. خلي بالك إن كل الشروط والعوامل في هذا النموذج هو عكس شروط وعوامل نموذج دارك كلاود كفر. تخيل معي هذا المستوى، مستوى دعم مهم جدا، والشمعة التالية فتحت أدنى من مستوى الدعم هذا وأغلقت فوقه، ولا زالت محققة لشروط بيرسينج باترن. هذه الميزة تعتبر إحدى العوامل اللي هترفع من احتمالية الإنعكاس بشكل كبير جدا، على اعتبار أن نموذج بيرسينج باترن عاكس للاتجاه الهابط، أي بيعكس الاتجاه من هبوط إلى صعود. أما العامل الرابع والأخير من العوامل التي تقوي هذا النموذج وتدعمه من أجل إحداث الإنعكاس، فهو وجود حجم تداول عالي في الشمعة الثانية. وفي الغالب حجم التداول هذا يظهر في صورة جاب، أي فجوة سعرية، وموضوع الفجوات هنتكلم عنه بالتفصيل فيما بعد إن شاء الله. المهم إن السعر بدلا من أن يفتح قريب من الذيل نجده يفتح من هذه المستويات، مما يؤدي لحدوث هذا الجاب وظهور هذه الفجوة السعرية عشان يسد الفجوة. وخلي بالك كل ما جمعنا في النموذج أكبر عدد ممكن من الشروط والعوامل، كل ما كان عندي تأكيد أكبر على عكس الاتجاه، وهي دي ميزة الشموع اليابانية، إنها بتخدمني في التحليل الفني وبتديني قراءة واقعية إلى حد ما لحركة السوق، وبكده أقدر أستفيد منها في التداول بشكل جيد. دلوقتي هناخد أمثلة عملية على نموذج بيرسينج باترن. مثال 1، الشكل اللي قدامي ده عبارة عن انعكاس مباشر بعد تكون نموذج بيرسينج باترن، عبارة عن اتجاه هابط تشكل بعده النموذج، نموذج متكامل موجود في اتجاه هابط واضح. الشمعة الأولى شمعة حمراء بيعية والثانية خضراء شرائية. الشمعة الثانية افتتحت عند أقل من ظل الشمعة الأولى وأغلقت فوق 50% من جسم الشمعة، وعندي تباين واضح في الألوان، يبقى كده ده نموذج مستوفي لجميع الشروط. طيب أهم حاجة عندي إزاي أتداول بالنموذج ده؟ لو جيت أتداول وفقا للشموع اليابانية فقط، فأنا محتاج أشوف الشمعة الثالثة هي اللي هتأكد لي هل النموذج ده صحيح وقوي أم لا. الشرط الأساسي الشمعة الثالثة
إذا أغلقت فوق الظل العلوي للشمعة الأولى للنموذج فهي في هذه الحالة إشارة للدخول وتأكيد لي على أن النموذج صحيح والسعر فعلا بدأ في عكس الاتجاه أدخل من هنا أو من بعدها مباشرة. أما المثال الثاني برضه على نفس النموذج، النموذج اللي عليه مستطيل ده هو نموذج بيرسينج باترن. طيب برضه على أساس إيه أنا حكمت عليه؟ نشوف كده الشروط متوفرة ولا لأ. الشرط الأول فعلا النموذج جاء في نهاية اتجاه هابط، وده أول شرط صحيح. الشرط الثاني الشمعة الأولى هي شمعة دبابية بائعين حمراء، الشمعة الثانية التالية لها على طول شمعة سيران مشترين خضراء. هذه الشمعة الثانية فتحت تحت الظل السفلي للشمعة الأولى وأغلقت عند أكثر من منتصف جسم الشمعة الأولى، أي إنها أغلقت فوق 50% من الشمعة الأولى، وكمان واضح تباين واختلاف لون الشمعتين. طيب لو حبيت أضيف عوامل تحليل فني أخرى، لو تلاحظ إن الشمعة الخضراء الثانية في النموذج فتحت تحت مستوى دعم وأغلقت أعلى من هذا المستوى ومحققة لجميع الشروط السابقة، كل ده يقوي موقف النموذج ويدعمه في قدرته على عكس الاتجاه. طب دلوقتي أنا لو بصيت على الشمعة الثالثة اللي أنا المفروض أتداول من بعدها، أنا ملاحظ إن الشمعة الثالثة اللي باللون الأحمر لم تحقق الشروط على الرغم من توفر جميع شروط الإنعكاس في النموذج. إحنا دلوقتي محتاجين الشمعة الثالثة تغلق فوق الظل العلوي للشمعة الأولى في النموذج حتى أكون متأكد فعلا إن الإنعكاس هيحصل. دلوقتي أنا عندي هنا مشكلة، أنا ما عنديش الشمعة الثالثة اللي بتحقق الشرط ده. طب كده هل النموذج أصبح فاشل؟ الإجابة طبعا لأ، النموذج صحيح وناجح بنسبة 100%. لو تلاحظ كمان الشمعة الرابعة والخامسة والستة لم تحقق هذا الشرط، في هذه الحالة اوعى تفكر في الدخول. ليه؟ لأن الشمعة الثالثة والرابعة والخامسة لم تحقق الشرط. طب أدخل إمتى؟ أدخل بعد أول شمعة تغلق بعد الظل العلوي لشمعة النموذج، أشوف الظل العلوي لشمعة النموذج فين والشمعة التي أغلقت بعد هذا الظل، أي بعد الظل العلوي للشمعة الحمراء، لأن النموذج عشان يكون صحيح وتداول به لابد أن يكتمل، ولا يكتمل النموذج إلا بعد أن يخترق السعر نموذج البيرسينج باترن، وده تقريبا حصل عند شمعة الدوجي اللي أبتدي أتداول من بعدها. أهم حاجة أستنى إغلاق أحد الشموع فوق الشمعة الأولى من نموذج بيرسينج باترن، طالما الشموع اللي تكونت بعده لم تغلق فوق أعلى ظل الشمعة الأولى ولم تنجح في النزول أدنى من مستوى ظل الشمعة الثانية يبقى هذا النموذج صحيح. أستنى نقطة الدخول بتاعتي من الشمعة التي سوف تغلق كمان مرة، سوف تغلق فوق الظل العلوي لشمعة النموذج الأولى. ودلوقتي هننتقل إلى نموذج شبيه بالبيرسينج باترن لكنه لا يملك القدرة على عكس الاتجاه. عندي ثلاث نماذج تشبه هذا النموذج ولكنها ليست نماذج إنعكاسية، مهم جدا إن المتداول يعرفها في الشموع اليابانية. الأول نموذج حصار المضيق اللي هو أونيك باترن، الثاني نموذج شلل المضيق أونيك باترن، الثالث اللي هو ثراستينج باترن اسمه نموذج اقتحام المضيق. دي نماذج تشبه نموذج بيرسينج باترن لكنها غير عاكسة للاتجاه وتعتبر نماذج استمرارية. النموذج الأول نموذج حصار المضيق، عندي اتجاه هابط، معايا الشمعة اللي المفروض تشكل لي نموذج بيرسينج باترن الخضراء دي. الشروط هنا الخاصة بهذه الشمعة غير متوفرة لأن هذه الشمعة الخضراء هنا لم تغلق فوق 50% للشمعة الحمراء التي قبلها. لو شفت الشكل ده على طول تحكم عليه إنه ده مش نموذج بيرسينج باترن. الشرط الأول أي نعم محقق، السعر فتح أدنى
الذيل، ولكنه لم يغلق فوق منتصف جسم الشمعة الثانية. هذا يجعل السعر ينزل أكثر، وهذا هو أحد الأشكال التي تدل على نزول السعر وليس على الانعكاس. وطبعا الشمعة الثالثة اللي جت بعد كده هي اللي أكدت لي استمرار النزول. النموذج الثاني هو نموذج شلل المضيق، إنك باترن يكون في اتجاه هابط، ثم يحدث شمعة المشترين الخضراء بتفتح أدنى من الظل السفلي للشمعة الحمراء اللي قبلها، ولكن تغلق عند إغلاق جسم الشمعة الأولى. هذا أيضا من النماذج التي تؤدي إلى استمرار الاتجاه وليس عكسه. أما النموذج الثالث هو الأقرب في الشكل فقط لنموذج البيرسينج باترن، إلا أنه مجرد شكل فقط بيتكون في نهاية اتجاه هابط. الشمعة الأولى شمعة بيعية حمراء، والشمعة التي تليها مباشرة شمعة شرائية. هذه الشمعة الخضراء تفتح تحت الظل السفلي للشمعة الحمراء، إلا أنها تغلق، هو ده السبب، إلا أنها تغلق عند أقل من 50% من هذه الشمعة. هذه الشمعة اخترقت فقط الشمعة الحمراء، إلا أنها لم تنجح في الوصول لبعد منتصفها. هذا النموذج يسمى بنموذج اقتحام المضيق، وغالبا يكون بعده استمرار. ولكن في ميزة في هذا النموذج، إذا تكرر أكثر من مرة على فترات زمنية متقاربة يكون لديه القدرة على عكس السعر، بينما إذا كان فردي ظهر يعني بشكل فردي يتكرر المرة واحدة فقط، في هذه الحالة الأفضل إن المتداول يتريث ولا يفكر في الإنعكاس. وفي الآخر هتلاقي إن العامل المشترك بين هذه النماذج والتي يجعلها ليست بيرسينج باترن هو إن الشمعة الثانية لم تنجح في اختراق الشمعة الأولى وتجاوز مستوى 50% منها. إذن لا يوجد نموذج بيرسينج باترن مدام هذا الشرط لم يتحقق، حتى لو تحققت باقي الشروط. هذه النماذج الثلاثة تكون أكثر حدوثا في الاتجاه الهابط، لذلك تصنف هذه النماذج الثلاث مع نموذج بيرسينج باترن، لكنها تصنف على أنها نماذج استمرارية وليست عاكسة للاتجاه. احتمالية وجود هذه النماذج في الاتجاه الصاعد بيكون قليل جدا جدا أو تكاد لا تظهر. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن نماذج أخرى من نماذج الشموع اليابانية المفصلية العاكسة للاتجاه، وهي 1 نجمة المساء إيفنينج ستار، 2 نجمة الصباح مورنينج ستار، 3 نجمة المساء الدوجي دوجي إيفنينج ستار، 4 نجمة الصباح الدوجي دوجي مورنينج ستار. في محاضرة اليوم سنتناول بإذن الله بالشرح والتفصيل نموذج نجمة المساء إيفنينج ستار، أما باقي النماذج فسوف نتكلم عنها في المحاضرات التالية إن شاء الله. أولا نموذج نجمة المساء إيفنينج ستار، ونموذج نجمة الصباح مورنينج ستار. أهم ما يجب معرفته حول هاتين النجمتين أنهما يتشكلان من 3 شموع. نجمة المساء سبب تسميتها أنها تكون في نهاية الاتجاه الصاعد، أي أنها تأتي بعد اتجاه صاعد تحمل دلالة إنعكاسية للأسعار، بحيث أنها ترشح أو ترجح السعر للإنعكاس إلى أسفل بعد هذا الاتجاه الصاعد. بينما نجمة الصباح فهي تدل في الشموع اليابانية على بداية يوم جديد جيد أو بداية فترة جيدة، ينعكس ذلك على السوق، تعبر عن صعود قادم في الأسعار، حيث أنها تأتي في نهاية اتجاه هابط. إذن نجمة الصباح تكون بعد اتجاه هابط، وتتشكل أيضا من 3 شموع سوف نتعرف عليها بالتفصيل، ويكون بعدها اتجاه صاعد وترشح السعر للصعود،
أي أنها تعكس الاتجاه الهابط إلى اتجاه صاعد. حابب أقول تنويه على الشموع اليابانية الانعكاسية، لا تعني بالضرورة أنها تعكس الاتجاه بنسبة 100% مباشرة، لكنها ممكن تدخل السعر في مرحلة انتقالية قبل أن ينعكس، أو ممكن كمان النموذج يفشل ولا يمكنه عكس الاتجاه، وده بيكون ليه أسباب منطقية هنتكلم عنها فيما بعد إن شاء الله مع أمثلة توضيحية على الشرط. لكن اللي يهمنا في هذه النماذج إنها فعلا انعكاسية وعندها قدرة كبيرة على عكس الاتجاه. هذا كل ما عرفناه بالنسبة للنجوم. إيفنينج ستار نجمة المساء تكون بعد اتجاه صاعد، تتشكل من 3 شموع، وكذلك نجمة الصباح مورنينج ستار بتكون بعد اتجاه هابط وتتشكل أيضا من 3 شموع. والآن ننتقل إلى معايير تشكل نجمة المساء المثالية. ولما نقول نجمة مثالية فهذا دليل على إن فيه أشكال أخرى للنجوم سوف نتعرف عليها تخرج من نطاق الأشكال المثالية، لكنها تبقى صحيحة من حيث قدرتها على عكس الاتجاه. مبدئيا كده تعالوا نتعرف على نجمة المساء إيفنينج ستار في أحسن حالتها اللي هي البيرفكت. رقم 1، يجب أن يكون السوق في مسار عام واضح أنه صاعد. رقم 2، أن تكون الشمعة الأولى شمعة مشترين ثيرانية خضراء طويلة. رقم 3، شمعة المنتصف يكون قبلها فجوة وبعدها فجوة تسمح من خلالها، أي من خلال هذه الفجوة، بتداخل الظلال. مش مشكلة تداخل الظلال مع بعضها البعض، المهم أن تتواجد فجوات قبل شمعة المنتصف وبعدها. رقم 4، الشمعة الثالثة تتجاوز 50% على الأقل من جسم الشمعة الأولى، فإذا تجاوزت منتصفها نقول إن إحنا عندنا كده نموذج إيفنينج ستار نجمة المساء متكامل الشروط. أما إذا تجاوزت الشمعة الثالثة الشمعة الأولى وتجاوزت ظلها، فده طبعا هيكون أفضل ليا في دلالة الإنعكاس. رقم 5، لون شمعة المنتصف غير مهم، أحمر أو أخضر، وتكون صغيرة الحجم. هذه هي الشروط الأساسية لتشكل نموذج إيفنينج ستار المثالي. وأبرز ما يميز نجمة المساء المسائية هي هذه الفجوات الموجودة قبل وبعد الشمعة الصغرى التي في المنتصف، والتداخل بين الظلال فقط وليس بين الأجسام. طيب، كيف نتأكد أن النموذج قد اكتملت أركانه وأصبح لديه القدرة الفعلية على عكس الاتجاه؟ تأكيد النموذج يكون بالشمعة الرابعة إذا أغلقت أسفل الظل السفلي لأول شمعة. الشمعة الرابعة تغلق أسفل الظل السفلي لأول شمعة. وبكده يبقى احنا بنجاوب على السؤال الهام، وهو كيفية التداول بنموذج إيفنينج ستار. كما قلنا، إذا أغلقت الشمعة الرابعة تحت الظل السفلي لأول شمعة في النموذج، هذه إشارة التداول باستخدام الشموع اليابانية. في ملحوظة مهمة جدا بالنسبة لكيفية التداول الصحيح بالشموع اليابانية، إذا كانت الشموع اليابانية تتشكل من شمعة واحدة، فإحنا عشان نتداول بنشوف الشمعة اللي بعدها حتى نتأكد من صحة النموذج. والنماذج اللي بتتشكل من شمعتين إحنا محتاجين نشوف الشمعة الثالثة هتغلق فين عشان نتأكد كده من صحة النموذج. أما بالنسبة للنماذج التي تتكون من 3 شموع، فإحنا محتاجين الشمعة الرابعة هي اللي هتأكد لي صحة النموذج من عدمه. طيب، ما هي العوامل التي من الممكن أن تزيد من احتمالية الانعكاس في نموذج نجمة المساء إيفنينج ستار؟ العامل الأول، تغلغل الشمعة الثالثة في عمق الشمعة الأولى أو حتى ابتلاعها. الشمعة الثالثة الشرط الأساسي أنها تتجاوز
50% من جسم الشمعة الأولى، لكن كل ما يزيد الاختراق والتغلغل في جسم الشمعة الأولى كل ما تزيد نسبة الانعكاس المتوقعة بعد هذه النجمة، حتى لو هذه الشمعة الثالثة ابتلعت كل الشمعة الأولى وأغلقت أسفل ظلها. هنا أنا مش محتاج للشمعة الرابعة كشمع التأكيد، كده أنا اتأكدت بنسبة 100% بحدوث الانعكاس، لأن ده من بين العوامل التي تزيد وتقوي احتمالية الانعكاس في نموذج نجمة المساء. أما العامل الثاني هو إذا كان حجم التداول في الشمعة الأولى أقل من حجمه في الشمعة الثالثة. يعني تخيل معي أن هذه الشمعة الأولى كانت بهذا الحجم والشمعة الثالثة كانت بهذا الحجم الأكبر منها، تقريبا ضعفي حجم الشمعة الأولى. هنا تزيد قوة نجمة المساء على عكس الاتجاه. العامل الثالث إذا كانت شمعة المنتصف عبارة عن نموذج انعكاسي، هذه الشمعة التي في المنتصف قلنا أن اللون غير مهم، أخضر أو أحمر لا يهم اللون، هذه الشمعة يمكن أن تأخذ شكل من أشكال النماذج الأولى اللي احنا اتكلمنا عنها زي الهانجمان أو الشهاب، وطبعا مش هتاخد لا الهامر ولا الانفيرتد هامر، لان الهامر والانفيرتد هامر دي بتيجي في الاتجاه الهابط. طيب دلوقتي هنشوف مع بعض اشكال غير مثالية لنجمة المساء ايفنينج ستار، لكنها صحيحة من حيث قدرتها على عكس الاتجاه لكن بدرجات وبنسب متفاوتة. في الشكل اللي قدامي ده عندي اربع اشكال، سوف نتناول كل شكل منهم بالشرح والتفصيل. الشكل رقم واحد، إذا كان عندي فجوة بين الشمعة الأولى والشمعة الثانية ولكن لا توجد فجوة بين الشمعة الثانية والشمعة الثالثة، فهذه أيضا تعتبر نجمة مساء بشرط أن الشمعة الأولى تكون طويلة والشمعة الثانية تكون قصيرة والشمعة الثالثة تعدي 50% للشمعة الأولى، يعني تنزل لأزيد من منتصفها. إذن جميع الشروط محققة، الشرط الوحيد غير المحقق هو عدم وجود الفجوة بين الشمعة الثانية والشمعة الثالثة، عشان كده قلنا على النموذج ده أنه غير مثالي. هذه النجمة تعتبر نجمة مساء صحيحة بنسبة 100% ولا غبار عليها. الشكل رقم 2 أيضا نجمة مساء صحيحة، هي عبارة عن الشمعة الأولى شمعة خضراء طويلة والشمعة الثانية قصيرة لا يهم اللون، الشمعة الثالثة عدت 50% من جسم الشمعة الأولى، وعندي فجوة بين الشمعة الثانية والشمعة الثالثة لكن لا توجد عندي فجوة بين الشمعة الأولى والشمعة الثانية، ومع ذلك بنعتبر أن النموذج ده صحيح ونتداول على أساس أن النموذج ده هيعكس الاتجاه الصاعد ويحوله الى اتجاه هابط، مفيش اي مشكلة. بس هنا لازم استنى شمعة التأكيد اللي هي الشمعة الرابعة تغلق تحت الظل السفلي للشمعة الاولى في هذا النموذج، فاذا اغلقت تحت هذا الظل فهذا تأكيد لي على صحة النموذج. والشكل رقم 3 يعبر ايضا عن نجمة مساء وهي صحيحة بنسبة 100%. الشروط الأساسية كلها متوفرة، الشمعة الأولى طويلة خضراء، الشمعة الثانية قصيرة، ممكن تاخد هانجينج مان أو شوتينج شهاب مفيش مشكلة، الشمعة الثالثة حمراء عدت نسبة 50% من جسم الشمعة الأولى، يعني تغلغلت إلى ما بعد منتصفها، طبعا تأتي بعد اتجاه صاعد. بس لو تلاحظ هنا إن أنا ما عنديش الفجوات، ومع ذلك تعتبر نجمة مساء صحيحة ولها القدرة على عكس الاتجاه. وده تقريبا هو الشكل اللي هنشوفه كتير على الشرط، وده مهم جدا في التداول. الشكل الرابع أيضا عبارة عن نجمة مساء، جاء في نهاية اتجاه صاعد، الشمعة الأولى خضراء طويلة، الشمعة الوسطى قصيرة واللون غير مهم، الشمعة الثالثة حمراء، اخترقت منتصف الشمعة الأولى بنسبة أكبر من 50% من جسم الشمعة الأولى ولا توجد فجوة. بس لو تلاحظ
هتلاقي الشمعة الثالثة فتحت فوق الشمعة الثانية، ويمكن اعتبار النموذج ده ايفنينج ستار صحيح، وبرضه ممكن اعتبره نموذج بريش انجارفينج. لو دمجت الشمعة الثانية مع الشمعة الثالثة ممكن اتداول بيه على انه نموذج ابتلاعي بيعي، مفيش اي مشكلة. ايه الاشكال الاربعة ممكن نحصل عليها على الشرط ونستخدمها في التداول على انها ايفنينج ستار؟ اهم حاجة انها تأتي بعد الاتجاه الصاعد، والتداول بيكون من الشمعة الرابعة شمعة التأكيد عندما تغلق تحت الظل السفلي للشمعة الأولى. ولو لاحظت كل الشروط الموجودة في النموذج المثالي موجودة في هذه النماذج الأربعة ما عدا موضوع الفجوات. طب لو حبينا نقيم النماذج دي من الأقوى إلى الأقل قوة من حيث قدرة كل نموذج منهم على عكس الاتجاه، طبعا الشكل رقم واحد هو أقوى نموذج من بين هذه النماذج يأخذ المركز رقم واحد، الشكل رقم اثنين يأخذ المركز الثاني، الشكل رقم أربعة يأخذ المركز الثالث، أما الشكل رقم ثلاثة يأخذ المركز الرابع. وهذا الشكل اللي هو رقم ثلاثة هو الشكل الذي يتكرر في الأسواق المالية بشكل كبير جدا، لأن بيبقى فيه سيولة مرتفعة فلا يكون هناك فجوات، والشموع تأتي وراء بعضها بدون فجوات. طيب بما أن الشكل رقم 3 ده هو الأكثر تواجدا في السوق وظهوره على الشرط بكثرة، إذن في هذه الحالة لازم أدور على تأكيدات تقوي قدرة هذا الشكل على عكس الاتجاه. هذه التأكيدات بتكون طبعا في صورة الشمعة الرابعة اللي أنا بستنى لما تغلق تحت الظل السفلي للشمعة الأولى الخضراء من شموع النموذج، أو إنه يكون عندي منطقة مقاومة مهمة. هذه العوامل كلها بتزود من قوة الإنعكاس من اتجاه صاعد إلى اتجاه هابط. طب دلوقتي هنسأل سؤال، ما هي معايير تشكل نموذج نجمة المساء إيفنينج ستار الغير مثالية؟ الشكل اللي قدامك ده هو في الغالب اللي هيكون النموذج غير المثالي لنجمة المساء إيفنينج ستار، هيكون عبارة عن شمعة أولى خضراء طويلة، شمعة أخيرة حمراء، ممكن تكون الشمعة رقم أربعة رقم خمسة مش مشكلة، وعندك شوية شموع ما بين الشمعة الأولى والأخيرة بتكون أحجامها صغيرة تعتبر نجمة لكنها غير مثالية. طيب لماذا هذا النموذج غير مثالي؟ غير مثالي لفقده أحد شروط الشكل المثالي. طيب تعال نشوف نحلل ونشوف إزاي هو غير مثالي. رقم واحد الشكل جاء في مسار عام واضح أنه صاعد مفيش مشكلة. رقم اتنين الشمعة الأولى شمعة مشترين خضراء طويلة برضو ما عنديش مشكلة. رقم تلاتة هي اللي فيها المشكلة، شمعة المنتصف تتكون من عدة شموع صغيرة، وهو ده السبب الذي أخرجها عن كونها مثالية، لأن احنا قلنا إن النموذج عشان يكون مثالي يبقى الشمعة الوسطى دي بتكون شمعة واحدة فقط واللون غير مهم. وعموما نجمة المساء غير المثالية ممكن تضم شمعتين أو ثلاثة وتكون أحجامهم صغيرة، اللي هي طبعا الشموع الوسطى. رقم أربعة وده شرط محقق عندي، الشمعة الأخيرة تجاوزت 50% على الأقل من جسم الشمعة الأولى. هذه الشمعة الأخيرة ممكن يكون ترتيبها الرابعة أو الخامسة، المهم إن هي تتجاوز منتصف الشمعة الأولى. رقم خمسة طيب إزاي أتداول بالنموذج ده؟ أستنى تأكيد هذا النموذج، وتأكيد هذا النموذج غير المثالي بيكون بالشمعة الموالية للنموذج، أي الشمعة التي تأتي بعد النموذج مباشرة إذا أغلقت أسفل الظل السفلي لأول شمعة. باختصار النجمة غير المثالية تتشكل من أكثر من ثلاث شموع، لكننا اصطلاحا هنتعامل معها على أنها ثلاث شموع، على اعتبار أن الشموع اللي بتيجي في النص الصغيرة دي نعتبرهم شمعة واحدة نظرا لصغر حجمها، والشمعة اللي بعدها اللي بعد هذه الشموع
نعتبرها الثالثة بعد أن تخترق 50% للشمعة الأولى. بكده يبقى أنا تشكل عندي نموذج نجمة المساء. طيب إمتى بقى أقول إن ده نموذج صحيح واستخدمه في التحليل؟ أقول ده استنادا إلى الشمعة الرابعة التي تأتي بعد تكون هذا النموذج إذا أغرقت تحت الظل السفلي لأول شمعة. هنا نقول أنه اكتمل النموذج، وعلى الرغم من ذلك فإن هذه النجمة تعتبر غير مثالية، لأن الشموع الموجودة بين الشمعة الأولى والشمعة الأخيرة هي ليست شمعة واحدة، وإنما هي أكثر من شمعة، في الغالب بيكونوا شمعتين إلى ثلاث شموع. هذه الشموع الوسطى لو كانت أكثر من ثلاث شموع فأنا كده هطلع من نموذج وأتعامل على الشارت على أساس إن دي نماذج أخرى. طيب السؤال الأخير، هل توجد عوامل تزيد من قوة واحتمالية الإنعكاس في نموذج نجمة المساء الغير مثالية؟ الإجابة جميع العوامل اللي احنا قلناها قبل كده في النموذج المثالي وفي النماذج الصحيحة تنطبق أيضا على هذا النموذج، حيث تزيد من قدرته على عكس الاتجاه. أفكرك بهذه العوامل: رقم واحد، تغلغل الشمعة الأخيرة في عمق الشمعة الأولى أو حتى ابتلاعها إذا كان حجم التداول في الشمعة الأولى أقل من حجمه في الشمعة الثالثة. رقم ثلاثة، إذا كانت شمعة المنتصف عبارة عن نموذج إنعكاسي مثل الرجل المعلق أو الشهاب. وفكرك دايما أن نجمة المساء سواء مثالية أو غير مثالية أو صحيحة بتكون بعد اتجاه صاعد، وتكون مرشحة لعكس الاتجاه إلى أسفل، وبالتالي دخول صفقات البيع بعد شمعة التأكيد. هناخد أمثلة عملية على نجمة المساء إيفنينج ستار. المثال الأول، لو بصيت عندي في الشرط اللي قدامي ده على نهاية الاتجاه الصاعد هلاقي نجمة المساء الشكل اللي عليه مستطيل، يعتبر نجمة غير مثالية لكنها صحيحة، لأني ما عنديش فجوة ما بين الشمعة الوسطى والشمعة الأولى، بس عندي فجوة ما بين الشمعة الوسطى والثالثة. مفيش مشكلة، ده يعتبر نموذج صحيح ينطبق عليه باقي الشروط. الشمعة الأولى شمعة ثيران خضراء شرائية واضحة، شمعة المنتصف جسمها صغير وهي في هذه الحالة عبارة عن شمعة هانجينج مان، كمان الشمعة الثالثة تغلغلت إلى أزيد من 50% من حجم جسم الشمعة الأولى. طيب ده عندي نموذج إيفنينج ستار، إزاي أتداول بيه؟ أنتظر الشمعة رقم 4 اللي عليها السهم دي إذا أغلقت تحت الظل السفلي للشمعة الأولى فهذا معناه إن النجمة صحيحة ومؤكدة، يعني أفكر في الدخول بعد إغلاق الشمعة الرابعة، صفقة بيع ربحانة إن شاء الله. مثال 2 اللي موجود قدامي على الشرط عبارة عن نموذج إيفنينج ستار برضو، يلا بينا نشوف الشروط انطبقت عليه ولا لأ. النموذج جاء في نهاية اتجاه صاعد، عندي شمعة مشترين خضراء طويلة جت في الأول، ثم جاء بعد هذه الشمعة الطويلة الخضراء شمعة رجل معلق هانجينج مان، ودي الشمعة الوسطى، ثم جاءت الشمعة الثالثة الحمراء فتحت بدون فجوة سعرية وأغلقت بعد 50% من جسم الشمعة الأولى، بالتالي النموذج ده يعتبر نجمة صحيحة. ومن بين الأشكال الأربعة اللي قلناها، أي نعم هي غير مثالية بس إيفنينج ستار صحيح. كل ما ينطبق على نجمة المساء المثالية ينطبق على هذه النجمة. طيب إزاي أتداول بهذا النموذج؟ أنا عندي التلات شموع اللي ورا بعض دي اللي بيكونوا النموذج، أنا هستنى الشمعة الرابعة التي سوف تغلق أسفل الظل العلوي للشمعة الأولى. لو بصيت على الشمعة الرابعة هلاقيها لم تغلق تحت الظل السفلي للشمعة الأولى، إذن
الشمعة الرابعة دي لا تصلح لأن تكون بداية الدخول، اعتبرها كأنها مش موجودة. الشمعة التي تغلق تحت الظل السفلي لأول شمعة هي دي اللي أنا هعتمد عليها في التداول، لأن هي دي اللي أكدت لي صحة النموذج بإمكاني أتداول من هذا المستوى عند نهاية إغلاقها، أو إن استنى بعد ما يحصل إعادة الاختبار. لو أنا كنت بستخدم تحليلات أخرى زي الدعوم والمقاومة وغيرها هستنى لما يحصل إعادة اختبار. لو الشمعة الرابعة أغلقت فوق الظل العلوي لشمعة النموذج، يبقى في الحالة دي أستبعد أساساً إن ده نموذج إيفنينج ستار. طيب، بمجرد أن تتجاوز هذه الشمعة الرابعة حدود النموذج سواء من الجهة العلوية أو الجهة السفلية، يبقى يفشل هذا النموذج ويبقى دخلنا في نماذج تانية أتداول بيها. المثال الثالث والأخير عندي النهاردة على الشرط اللي قدامي ده برضو نجمة إيفنينج ستار صحيحة لكنها غير مثالية. طيب يلا بينا نفهم النموذج ده مع بعض. النموذج اللي عليه مستطيل ده يتكون من 5 شمعات وجاء في نهاية اتجاه صاعد. الشمعة الأولى شمعة خضراء طويلة، الشموع رقم 2 و3 و4 مع بعض تمثل الشمعة الوسطى، ثم الشمعة رقم 5 الحمراء الطويلة هي آخر شمعة. لاحظ أن النموذج فعلا إيفنينج ستار لكنه غير مثالي بسبب الـ3 شموع اللي جات ورا بعض، على الرغم من وجود فجوة هنا بين هذه الشموع والشمعة الحمراء، وعلى الرغم من ذلك يمكن اعتمادها في التداول بنفس الشروط. في هذه الحالة الشمعة رقم 6 إذا أغلقت أدنى من الظل السفلي للشمعة الأولى بإمكاني أدخل صفقات بيع من هذا المستوى من بعد الشمعة رقم 6 تقريبا. هذه الشمعة عنوان محاضرة اليوم، نجمة الصباح مورنينج ستار وكيفية استخدامها في التداول. في المحاضرة السابقة تكلمنا عن كل من نجمتي المساء والصباح وتعرفنا عليهما من حيث سبب التسمية، وتكلمنا بالتفصيل عن نجمة المساء، واليوم نتكلم بالتفصيل عن نجمة الصباح. وقلنا أن كل منهما من النماذج الإنعكاسية المفصلية. نموذج مورنينج ستار يأتي في نهاية اتجاه هابط، بينما نموذج إيفنينج ستار يأتي في نهاية اتجاه صاعد. ولما نقول إنعكاسية ده مش معناه حدوث الإنعكاس مباشرة بنسبة 100%، ولكن ممكن السعر يمر بمرحلة انتقالية، أو إن الإنعكاس قد يفشل نتيجة أسباب أخرى منطقية. بس عموما تظل النماذج الإنعكاسية لها القدرة على عكس الاتجاه ما لم يحدث ما يمنع ذلك. ودلوقتي هنتكلم على معايير تشكل نجمة الصباح المثالية Ideal Morning Star. ولما نقول مثالية يبقى ده معناه أنه توجد أشكال أخرى غير مثالية. الأشكال المثالية ينطبق عليها الشروط بكاملها، أما الأشكال غير المثالية ممكن تفقد شرط من هذه الشروط، لكن تظل نجمة الصباح إنعكاسية ولها القدرة على عكس الاتجاه. طيب، ما هي هذه المعايير التي من خلالها أستطيع الحكم على نجمة الصباح أنها مثالية؟ الشروط اللي أنا أقدر أحكم بيها على نجمة الصباح مورنينج ستار أنها نجمة مثالية هي 4 شروط. رقم 1، أن يكون السوق في مسار عام هابط واضح حتى ولو كان قصير. رقم 2، أن تكون الشمعة الأولى شمعة بائعين حمراء دببية طويلة. رقم 3، شمعة المنتصف يكون قبلها فجوة وبعدها فجوة تسمح بتداخل الظلال. رقم 4، الشمعة الثالثة في النموذج تتجاوز 50% على الأقل من جسم الشمعة الأولى في الاتجاه لأعلى، يعني الشمعة الثالثة تتعدى إلى منتصف الشمعة الأولى. بعد تحقق هذه الشروط الأربعة نقدر نقول إن إحنا عندنا نجمة صباح مورنينج ستار في وضعها المثالي، يعني زي الكتاب ما بيقول. طبعا إذا تجاوزت الشمعة الثالثة
الظل العلوي للشمعة الأولى بيكون أفضل، لكن بصفة أساسية يكفي تجاوز منتصف الشمعة الأولى. هذه هي شروط تكون نجمة الصباح المثالية، وأبرز ما يميزها هي الفجوات الموجودة بينها والتداخل بين الظلال فقط وليس بين الأجسام. تأكيد النموذج يكون بالشمعة الرابعة إذا أغلقت أعلى من الظل العلوي للشمعة الأولى، والنقطة دي هي اللي بتعرفني إزاي أتداول بهذا النموذج. يعني إمتى نقول إن كده قد اكتمل النموذج بنسبة 100% وأصبح مثالي؟ بمعنى إذا اكتملت الشروط السابقة بالإضافة إلى شمعة التأكيد الرابعة اللي بتيجي بعد هذا النموذج وتغلق فوق الظل العلوي للشمعة الأولى، أبتدي أتداول من بعدها مباشرة وأدخل صفقات شراء ربحانة إن شاء الله بنسبة 100%. وكمان لازم أخد بالي إن الشموع اليابانية بتكون أكثر مصداقية في التعبير عن حركة السوق على الفريم اليومي الديلي. ممكن أدخل صفقات ساعة أو اثنين أو ثلاثة، ويفضل الأربع ساعات. وزي ما قلنا قبل كده، النماذج اللي بتتكون من شمعة واحدة في الحالة اللي زي دي أنا ببقى محتاج الشمعة الثانية تكون شمعة التأكيد التي تغلق أعلى أو أسفل ظل الشمعة الأولى على حسب النموذج إذا كان متكون في حالة صعود أو هبوط. والنموذج الذي يتكون من شمعتين في الحالة اللي زي دي بكون محتاج شمعة تأكيد ثالثة تغلق أعلى أو أسفل ظل الشمعة الأولى برضو حسب مكان تواجد النموذج إذا كان في حالة هبوط أو صعود. أما إذا كان النموذج يتكون من ثلاثة شموع زي المورنينج ستار، يبقى أنا كده محتاج الشمعة الرابعة تغلق أعلى من ظل الشمعة الأولى في هذا النموذج. ودلوقتي نسأل سؤال، ما هي العوامل التي يمكن أن تزيد من احتمالية الانعكاس في حال تواجد هذا النموذج إلى جانب الشروط اللي احنا اتكلمنا عنها؟ هناك عدة عوامل تقوي من احتمالية عكس الاتجاه لأعلى في حال تكون نموذج مورنينج ستار. العامل الأول هو تغلغل الشمعة الثالثة في عمق الشمعة الأولى لأعلى أو حتى ابتلاعها. العامل الثاني إذا كان حجم التداول في الشمعة الثالثة أكبر من حجم التداول في الشمعة الأولى، بمعنى أن جسم الشمعة الثالثة يكون أكبر في الحجم من جسم الشمعة الأولى. أما العامل الثالث إذا كانت شمعة المنتصف نموذج إنعكاسي زي الهامر أو الإنفيرتد هامر. وهذا هو كل شيء بالنسبة للنموذج إذا كان في الحالة المثالية. وممكن يقابلني النموذج بشكل غير مثالي لكنه يظل صحيح من حيث قدرته على عكس الاتجاه من اتجاه هابط إلى اتجاه صاعد. في الحالة اللي زي دي بينقص شرط أو اتنين من شروط تكون النموذج المثالي، زي مثلا عدم وجود الفجوات في النموذج، أو إن شمعة المنتصف تكون مكونة من أكثر من شمعة صغيرة في الحجم واللون غير مهم. إحنا في الحالة دي بنعتبر هذه الشموع الصغيرة الجسم مختلفة الألوان كأنها شمعة واحدة هي شمعة المنتصف. أهم حاجة إن عدد هذه الشموع الصغيرة ما يكونش أكتر من 2 أو 3 شموع. بس أهم حاجة أن الشمعة الثالثة في النموذج تتجاوز 50% من الشمعة الأولى، يعني تعدي منتصف الشمعة الأولى. بعد كده نستنى شمعة التأكيد، ممكن تكون الخامسة أو السادسة، احنا بنعتبرها الشمعة الرابعة، وزي ما قلنا تغلق أعلى من ظل الشمعة الأولى للنموذج. بس أفكرك دايما أن نجمة الصباح مورنينج ستار سواء مثالية أو غير مثالية تأتي في نهاية الاتجاه الهابط وتعكس السعر من اتجاه هابط إلى اتجاه صاعد. طيب دلوقتي لو شفنا نموذج المورنينج ستار في شكل غير مثالي لكن يظل النموذج صحيح وله القدرة على عكس الاتجاه، الشكل اللي قدامي ده يتكون من 3 أشكال A و B و C. الشكل رقم A عبارة عن نموذج نجمة الصباح في شكل غير مثالي. لماذا؟ أولا الجسم بالنسبة للشمعة الحمراء الأولى ليس بطويل، والشمعة الحمراء الثالثة أكبر منها في الحجم، وكمان لا يوجد جاب
سواء بين الشمعة الأولى والثانية أو بين الثانية والثالثة، لكن باقي الشروط محققة من حيث كونه جاء في نهاية اتجاه هابط، الشمعة الأولى حمراء والثالثة خضراء، وشمعة المنتصف صغيرة واللون غير مهم. الشكل بي عبارة عن نموذج نجمة الصباح غير مثالي، لكنه صحيح برضو بسبب صغر حجم الشمعة الأولى بالنسبة للثالثة ولعدم وجود الجاب في النموذج. أما الشكل سي أيضا عبارة عن نموذج نجمة صباح غير مثالي، لكنه صحيح لتساوي الشمعتين، ولكن في ميزة وجود جاب من الناحيتين، وهذا النموذج هو أقوى النماذج الثلاثة من حيث قدرته على عكس الاتجاه من اتجاه هابط إلى اتجاه صاعد. طيب نشوف كده تطبيقات عملية على نموذج مورنينج ستار في الشكل المثالي. مثال واحد على الشرط اللي قدامي ده، الشكل المظلل باللون الأصفر عبارة عن نموذج مورنينج ستار في شكل مثالي، جاء في نهاية اتجاه هابط، الشمعة الأولى حمراء بيعية دبابية طويلة، وشمعة المنتصف صغيرة inverted hammer، الشمعة الثالثة خضراء شرائية أغلقت عند أكثر من 50% من جسم الشمعة الحمراء الأولى. واضح الفجوات الجاب ما بين الشمعة الأولى والثانية وما بين الثانية والثالثة. ده نموذج مثالي مكتمل الشروط. يبقى أنا كده أبص على الشمعة الرابعة، شمعة التأكيد اللي هي عندي هنا على الرسم رقم 7، أغلقت فوق الظل العلوي للشمعة الحمراء الأولى، أدخل من بعدها صفقة شراء. الشمعة الحمراء اللي بعدها دي إعادة اختبار، ما تخافش منها، من بعدها السعر هيكمل صعود، أدخل مع المشترين صفقة شراء. وزي ما قلت يفضل إن أنا أخد صفقاتي على الفريم اليومي، صفقات طويلة ساعة ساعتين ثلاثة أربعة يكون أحسن. الشموع اليابانية في هذه الحالة بتكون أكثر مصداقية في التعبير عن وضع السوق. لاحظ من بعد تكون هذا النموذج السعر من بعد الشمعة الرابعة واصل الصعود لأعلى. المثال الثاني نموذج مورنينج ستار صحيح بس غير مثالي. لماذا غير مثالي؟ لأنه لا يوجد جاب في النموذج نهائي، لكن جميع الشروط متحققة ومتوفرة في هذا النموذج من حيث كونه رقم 1 جاء في نهاية اتجاه هابط، رقم 2 الشمعة الأولى شمعة طويلة حمراء بيعية دبابية، والشمعة الثانية شمعة هامر عاكسة للاتجاه صغيرة في الحجم واللون غير مهم، أما الشمعة الثالثة فهي شمعة خضراء شرائية ثيرانية أغلقت تقريبا أعلى من منتصف الشمعة الأولى. نقطة الدخول بتاعتي هتكون بعد شمعة التأكيد الرابعة اللي هي كمان أغلقت أعلى من الظل العلوي للشمعة الحمراء الأولى. المثال الثالث والأخير في هذه المحاضرة، عندي نموذج مورنينج ستار غير مثالي، جاء في نهاية اتجاه هابط، عبارة عن 3 شموع، الأولى حمراء طويلة دبابية بيعية، والثانية شمعة صغيرة لا يهم اللون، هذه هي الشمعة الوسطى، أما الشمعة الثالثة فهي شمعة خضراء شرائية ثيرانية أغلقت عند مستوى أعلى من 50% من جسم الشمعة الحمراء الأولى. هذا النموذج مكتمل الأركان إلا أنه لا يوجد فيه فجوات. هو ده اللي خلانا نقول عليه انه نموذج غير مثالي. طيب شمعة التأكيد هي الشمعة رقم 4 اغلقت فوق الظل العلوي لشمعة النموذج الحمراء، من بعدها ادخل صفقات شراء وانت مطمن. لو لاحظت هتلاقي السعر واصل الصعود بعد هذه الشمعة مباشرة. محاضرة اليوم إن شاء الله سوف نتناول فيها بالشرح والتفصيل نموذج دوجي مورنينج ستار كأحد النماذج المفصلية العاكسة للاتجاه. كنا في المحاضرات السابقة قد تكلمنا عن كل من النماذج الآتية: بيمبار، انجولفينج، ايفنينج ستار، مورنينج ستار. واليوم نواصل الكلام حول نموذج دوجي مورنينج ستار، نموذج دوجي نجمة الصباح أو نجمة دوجي الصباح. هذا النموذج من حيث الشكل والخواص يشبه نموذج مورنينج ستار، الاختلاف فقط هو في الشمعة الوسطى للنموذج، وله نفس شروط نموذج مورنينج ستار، وأيضا
يؤيد من قوته في عكس الاتجاه نفس العوامل التي تزيد من قوة نموذج مورنينج ستار في عكس الاتجاه. كل ما يقال فيما يلي عن نجمة دوج الصباح كنا قد قلناه من قبل عن نجمة مورنينج ستار. هنشرح نجمة دوج الصباح كنموذج مستقل بذاته ويعتبر كأنه مراجعة على نموذج نجمة الصباح. لكن قبل ما أبدأ أحب أقول حاجة بالنسبة لشمعة الدوجي على وجه العموم. شمعة الدوجي من الشموع المحيرة التي تدل على تساوي قوة كل من الطرفين البائعين والمشترين، ولما بتكون لوحدها ما بتبقاش عارف السعر رايح فين ولا جاي منين. عشان كده احنا بنحاول ان احنا نقراها وندمجها ونفهم سلوكها من خلال دمجها مع شموع اخرى زي ما هنشوف دلوقتي حالا. من حيث التسمية تسمى نجمة دوجي الصباح دوجي مورنينج ستار لانها تأتي في نهاية اتجاه هابط توحي ببداية يوم جديد وحركة جديدة في الاسعار نحو الصعود كبشرى للمشترين. طيب ما هي معايير تشكل نجمة دوجي الصباح؟ هناك معايير أستطيع من خلالها أن نحكم على هذا النموذج هل هو دوجي مورنينج ستار أم لا. رقم واحد، النموذج يتكون من ثلاث شمعات يأتي في نهاية اتجاه هابط واضح حتى ولو كان هذا الاتجاه قصير. رقم اثنين، الشمعة الأولى في النموذج تكون حمراء دبابية بيعية طويلة. رقم ثلاثة، الشمعة الثالثة تكون خضراء ثيرانية شرائية أقل من الشمعة الأولى في الطول وتغلق عند أعلى من 50% من جسم الشمعة الحمراء الأولى لأعلى. رقم أربعة، شمعة المنتصف تكون دوجي، علما بأن شموع الدوجي تأتي على أربعة أشكال، إما فور برايس دوجي، دوجي الشرطة الذي تتساوى فيه جميع الأسعار، سعر الفتح مع سعر الغلق مع أعلى سعر مع أدنى سعر، ليج دوجي، دوجي السقان الطويلة، دراجون فلاي دوجي، دوجي الدبور الطائر، رافستون دوجي، دوجي شاهد القبر، ويكون قبلها فجوة وبعدها فجوة تسمح بتداخل الظلال ولا تسمح بتداخل الأجسام، ولون الشمعة غير مهم. الشرط الخامس والأخير حتى يكون هذا النموذج نموذج مثالي هو شمعة التأكيد الرابعة، يجب أن تغلق فوق أعلى من ذيل شمعة النموذج الحمراء الأولى. إذا اكتملت هذه الشروط أستطيع أن نحكم أن النموذج اللي قدامي ده نجمة الصباح للدوجي أو نجمة دوجي الصباح مكتمل الأركان. من بعد تكون الشمعة الرابعة أقدر أن ندخل صفقات شراء قوية ناجحة ورابحة إن شاء الله، بس يفضل أن أنا أخذ صفقات طويلة على الفريم اليومي. مدة هذه الصفقات تتراوح من ساعة إلى 4 ساعات. على الفريم اليومي بتكون الشموع اليابانية أكثر مصداقية في التعبير عن حركة السوق. ودلوقتي هنسأل السؤال المعتاد، ما هي العوامل المساعدة التي تزيد من قوة هذا النموذج من حيث قدرته على عكس الاتجاه الهابط إلى اتجاه صاعد؟ العامل الأول، تغلغل الشمعة الثالثة في عمق الشمعة الأولى أو حتى ابتلاعها. زي ما احنا فاكرين إن الشرط الأساسي عندي في النموذج هو أن تغلق الشمعة الثالثة فوق أعلى من منتصف الشمعة الأولى، لكن إذا أغلقت أعلى منها فده بيكون أفضل ليا ودلالة قوية على الانعكاس الذي سوف يحدث. وهنا لو ده حصل فأنا مش محتاج الشمعة الرابعة كشمعة التأكيد، وممكن أتداول بعد تكون النموذج مباشرة وأدخل صفقة شراء دون انتظار تكون الشمعة الرابعة كشمعة التأكيد. كده أنا اتأكدت بنسبة 100% بوجوب حدوث الانعكاس إلى أعلى. العامل الثاني، إذا كان حجم التداول في الشمعة الثالثة أكبر من حجم التداول في الشمعة الأولى، يعني إذا كان حجم جسم الشمعة الثالثة أكبر من حجم جسم الشمعة الأولى، ده معناه أن القوة الشرائية فيها زخم وموقف المشترين أقوى من موقف البائعين. أما العامل الثالث والأخير، قد توجد أشكال غير مثالية لهذا النموذج، ويقصد بالأشكال غير المثالية هو أن يفقد النموذج أحد الشروط الأربعة اللازمة لتكونه مثل عدم وجود الفجوات، لكن يظل النموذج صحيح وله القدرة على عكس الاتجاه والتداول به صحيح.
لكن في هذه الحالة يفضل انتظار شمعة التأكيد الرابعة التي تغلق فوق الظل العلوي لشمعة النموذج الحمراء الأولى. والآن مع أمثلة تطبيقية على نموذج دوجي مورنينج ستار. المثال الأول على الشرط اللي قدامي ده، النموذج اللي عليه شكل بيضاوي، نموذج دوجي مورنينج ستار صحيح بنسبة 100%، جاء في نهاية اتجاه هابط، يتكون من 3 شمعات، الشمعة الأولى حمراء دبابية بيعية طويلة، الشمعة الثالثة خضراء ثيرانية شرائية أقل منها في الطول. شمعة المنتصف عبارة عن شمعة دوجي بس النوع اللي هو جرافستون دوجي شاهد القبر. ده نموذج مثالي مكتمل الأركان. لو تلاحظ الشمعة الثالثة أغلقت أعلى من منتصف الشمعة الأولى الحمراء. دلوقتي عشان أتداول أستنى شمعة التأكيد الرابعة بعد ما تغلق أعلى من إغلاق الشمعة الأولى الحمراء، من بعدها أدخل على طول صفقة شراء. لاحظ معي اتجاه الأسعار إلى أعلى. المثال الثاني، الشكل اللي قدامي ده نموذج دوجي مورنينج ستار لكنه غير مثالي لعدم وجود الفجوات بين الشموع. هذا النموذج لما نيجي نحلله هنلاقيه يتكون من 3 شموع، الأولى حمراء بيعية دبابية طويلة، الثالثة خضراء شرائية ثيرانية ذات حجم تداول كبير باين في حجمها إنه أكبر من حجم الشمعة الأولى، وده من العوامل التي تقوي موقف النموذج وتدعمه في عكس الاتجاه لأعلى. شمعة المنتصف عبارة عن شمعة دوجي، وعلى وجه التحديد دراجون فلاي دوجي، أي دوجي الدبور الطائر. وبكده يبقى ده نموذج مكتمل الشروط. أستنى شمعة التأكيد الرابعة، هلاقيها أغلقت أعلى من إغلاق الشمعة الأولى الحمراء، من بعدها أدخل مباشرة صفقة شراء ناجحة إن شاء الله. المثال الثالث والأخير على الشرط اللي قدامي ده نموذج غير مثالي لنجم الدوجي الصباح لكنه صحيح ويمكن التداول به بشكل جيد. لماذا هذا النموذج غير مثالي؟ ليه هو مش مثالي؟ أولاً النموذج مكون من 4 شموع وليس 3 شموع. بالنسبة للنموذج صحيح لأنه جاء في نهاية اتجاه هابط، مفيش مشكلة لأن ده شرط أساسي لتكون النموذج. الشمعة الأولى الحمراء طويلة بيعية دبابية، الشمعة الثالثة شمعة خضراء أطول من الشمعة الأولى، أغلقت فوق الظل العلوي للشمعة الحمراء، وده برضو مفيش مشكلة لأن ده بيقوي من موقف النموذج ويدعمه في قدرته على عكس الاتجاه من اتجاه هابط إلى اتجاه صاعد. المشكلة كلها في شمعة المنتصف أنها ليست شمعة واحدة لكنها شمعتين، أنا هعتبرهم شمعة واحدة وتداول على هذا الأساس. بس في حاجة مهمة جدا وعايزك تاخد بالك منها، أن شمعة المنتصف المكونة من شمعتين هما شمعة دراجون فلاي دوجي وكمان معاها شمعة الهامر، ومعروف ان شمعة الهامر في حد ذاتها عاكسة للاتجاه، يبقى ده قوى من موقف النموذج ودعمه وخلاه يعكس الاتجاه بقوة. لو تلاحظ بعد تكون هذا النموذج السعر واصل الارتفاع لأعلى، وكمان لو تلاحظ الشمعة الرابعة شمعة التأكيد أغلقت فوق الظل العلوي للشمعة الحمراء الأولى للنموذج. إذن ادخل صفقات شراء بقلب جامد، ربحانة وكسبانة إن شاء الله. محاضرة اليوم إن شاء الله هنتكلم عن نموذج دوجي إيفنينج ستار، نموذج نجمة دوجي المساء كأحد النماذج المفصلية العاكسة للاتجاه. كنا في المحاضرات السابقة قد تكلمنا عن النماذج الآتية: البيمبار، انجولفينج، إيفنينج ستار، مورنينج ستار، دوجي مورنينج ستار. واليوم نواصل الكلام حول نموذج دوجي إيفنينج ستار. هذا النموذج من حيث الشكل والخواص يشبه نموذج إيفنينج ستار، لكن الاختلاف فقط في الشمعة الوسطى للنموذج، وله نفس شروط نموذج إيفنينج ستار. وأيضا يزيد من قوة هذا النموذج في قدرته على عكس الاتجاه نفس العوامل التي كانت تزيد من قوة نموذج إيفنينج ستار. وكل ما سنقوله الآن عن نجمة دوجي المساء كنا قد قلناه من قبل على نجمة المساء
ايفنينج ستار، هنشرح نموذج نجم الدوج المساء كنموذج مستقل بذاته، ونعتبر كأنه مراجعة على نموذج نجمة المساء، ثم بعد ذلك سنطبق ما شرحناه على الأمثلة العملية على الشرط. أولا، من حيث التسمية يسمى بنموذج نجم الدوج المساء لأنها تأتي في نهاية اتجاه صاعد توحي بحلول الظلام على المشترين، مما يجعلهم ينسحبون من السوق، مما يؤدي إلى دخول البائعين بالبيع. طيب، ما هي معايير تشكل نموذج نجم الدوج المساء؟ عندي 4 معايير أستطيع من خلالها أن نحكم على هذا النموذج أنه دوجي إيفنينج ستار. رقم 1، النموذج يتكون من 3 شمعات في نهاية اتجاه صاعد واضح حتى ولو كان هذا الاتجاه قصير. رقم 2، الشمعة الأولى في النموذج تكون شمعة خضراء ثيرانية شرائية طويلة. رقم 3، الشمعة الثالثة في النموذج تكون شمعة حمراء دبابية بيعية تتجاوز 50% من جسم الشمعة الأولى، أي أنها تغلق عند أكثر من منتصفها. رقم 4، شمعة المنتصف تكون شمعة دوجي، علما بأن شموع الدوجي كما قلنا من قبل 4 أشكال: فور برايز دوجي، الدوجي ذو الـ4 متساويات، ليج الدوجي، الدوجي ذو السقان الطويلة، دراجون فلاي دوجي، دوجي الدبور، بعد كده جريفستون دوجي أو شاهد القبر. لون شمعة المنتصف غير مهم، المهم أن يكون قبلها فجوة وبعدها فجوة تسمح بتداخل الظلال ولا تسمح بتداخل الأجسام. أما الشرط الخامس والأخير وهو شرط التداول، وهو أن الشمعة الرابعة يجب أن تغلق أسفل الظل السفلي للشمعة الأولى الخضراء. إذا اكتملت هذه الشروط أستطيع أن أحكم على النموذج اللي قدامي أنه نموذج نجم الدوج المساء مكتمل الأركان. من بعد تكون الشمعة الرابعة وإغلاقها تحت ظل الشمعة الخضراء الأولى أقدر أدخل صفقة بيع ناجحة وربحانة إن شاء الله، ولكن يفضل أن أنا أخذ صفقاتي طويلة على الفريم اليومي من 1 إلى 4 ساعات، لأن على الفريم اليومي بتكون الشموع اليابانية أكثر مصداقية في التعبير عن حركة الأسعار. ودلوقتي نسأل السؤال المعتاد، ما هي العوامل المساعدة التي تزيد من قوة هذا النموذج وتدعمه من حيث قدرته على عكس الاتجاه من اتجاه صاعد إلى اتجاه هابط؟ للإجابة عن هذا السؤال هناك عدة عوامل. العامل الأول تغلغل الشمعة الثالثة في عمق الشمعة الأولى أو حتى ابتلاعها، زي ما احنا عارفين ان الشرط الأساسي كان عندي ان الشمعة الثالثة تتجاوز 50% من جسم الشمعة الأولى، لكن كل ما يزيد الاختراق كل ما يزيد قوة النجمة في عكس الاتجاه. بعد هذه النجمة حتى ولو هذه الشمعة الثالثة ابتلعت كل الشمعة الأولى وأغلقت أسفلها، في هذه الحالة أنا مش محتاج الشمعة الرابعة كشمعة التأكيد، كده أنا اتأكدت بنسبة 100% إن الانعكاس على وشك الحدوث. أما العامل الثاني، إذا كان حجم التداول في الشمعة الأولى أقل من حجم التداول في الشمعة الثالثة، بمعنى أن جسم الشمعة الأولى أقل من جسم الشمعة الثالثة. العامل الثالث، قد تكون هناك أشكال غير مثالية لهذا النموذج، ويقصد بالأشكال غير المثالية الأشكال التي تفقد أحد شروط تحقق النموذج الأربعة اللي احنا قلناهم، مثل عدم وجود الفجوات في النموذج، لكن يظل النموذج صحيح وله القدرة على عكس الاتجاه لأسفل وتحويله من اتجاه صاعد إلى اتجاه هابط، وأستطيع أن أنا أتداول به. بس في الحالة دي يفضل أن أنا أستنى الشمعة الرابعة، شمعة التأكيد التي سوف تغلق أسفل من ظل الشمعة الأولى الخضراء. المثال الأول، عندي نموذج على الشرط دوجي إيفنينج ستار، هو أي نعم غير مثالي بنسبة 100% لعدم وجود فجوة بين شمعة المنتصف والشمعة الثالثة، إلا أنه
نموذج صحيح ويمكن التداول به. طيب تعالوا نحلل هذا النموذج ونشوف احنا على اي اساس قلنا ان النموذج ده صحيح. رقم واحد، النموذج مكون من ثلاثة شموع جاء في نهاية اتجاه صاعد، تمام. رقم اتنين، الشمعة الاولى خضراء شرائية ثيرانية. رقم ثلاثة، الشمعة الثالثة في النموذج شمعة حمراء بيعية دبابية حجمها اكبر من حجم الشمعة الاولى، وده عامل من عوامل تقوية النموذج ودعمه في قدرته على عكس الاتجاه. رقم أربعة، شمعة المنتصف عبارة عن شمعة دوجي، جريفستون دوجي. في الحالة اللي زي دي أنا بستنى شمعة التأكيد الرابعة. لو تلاحظ شمعة التأكيد الرابعة مش لوحدها، دي شمعة شرائية خضراء، ما تخافش منها، دي مجرد شمعة تصحيح. بس لو خدت بالك هتلاقيها مع الشمعة اللي بعدها كونا مع بعض نموذج تاني انعكاسي بيعي اللي هو بيريش انجولفينج باترون. كده انا اتأكدت بنسبة 100% ان السعر سيواصل الهبوط الى اسفل، وشوف قدامك الى اي مدى انهار السعر الى الادنى. مثال اتنين على الشرط عندي، ده مثال مهم جدا، عندي عليه ثلاث نماذج. النموذج رقم واحد على دوجي مورنينج ستار، وعلى وجه التحديد شمعة دوجي الوسطى عبارة عن دراجون فلاي دوجي، وشرحناه بالتفصيل في المحاضرة السابقة. نموذج اتنين على نفس الشكل، عبارة عن دوجي ايفنينج ستار، نموذج صحيح بنسبة 100%، يتكون من ثلاث شمعات جاء في نهاية اتجاه صاعد، الشمعة الأولى خضراء شرائية ثيرانية طويلة، الشمعة الثالثة شمعة حمراء بيعية أغلقت عند أكثر من منتصف الشمعة الخضراء الأولى، أي أنها تعدت نسبة 50% من الشمعة الأولى. شمعة المنتصف عبارة عن شمعة دوجي، وعلى وجه التحديد ليج الدوجي، أي دوجي ذي السيقان الطويلة. إذن ده نموذج متكامل الشروط لكنه غير مثالي لعدم وجود الجاب. بس ده مش معناه أن النموذج غير صحيح، النموذج صحيح 100% وجاهز لأن يتم التداول به. أستنى شمعة التأكيد الرابعة لما تغلق أسفل الظل السفلي لشمعة النموذج، وفعلا ده حصل عندي على الشرط. بعد الشمعة الرابعة ادخل صفقة بيع وانت مطمن ربحانة بإذن الله. لاحظ من بعد تكون هذا النموذج كيف أن الاتجاه انعكس من صاعد إلى هابط. بس النصيحة التي لن أمل من أن أذكرك بها، دايما اشتغل على الفريم اليومي، خد صفقات طويلة من 1 إلى 4 ساعات بيكون عليها الشموع اليابانية أحسن في التعبير عن حركة السوق. على نفس الشرط عندي نموذج جميل جدا وفكرته جميلة، لو جيت أتعامل معاه على أنه نموذج دوجي إيفنينج ستار هلاقي أن الشروط مش متوفرة فيه. ليه؟ هذا النموذج مكون من 6 شمعات، الشمعة الأولى خضراء، الشمعة السادسة حمراء. لو اعتبرناه ايفنينج ستار لا يصلح. لماذا؟ لأن الشمعة الأولى في النموذج أقل في الطول من الشمعة الأخيرة، كما أنه جاء في المنتصف أكثر من شمعة صغيرة بينهما. ما ينفعش أنا أعتبرهم شمعة واحدة كشمعة منتصف، وعلى الرغم من كده الاتجاه انعكس وبقوة، وده بسبب نموذج الهانجنج مان اللي موجود عندي زي ما احنا شايفين كده. الشمعة رقم 5 من بعدها على طول السعر عكس الاتجاه الى اسفل، مع نموذج اخر من نماذج الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه. هذا نموذج يتكون من نمطين، الاول نموذج المرأة الحامل هرامي باترن، الثاني المرأة حاملة النطفة هرامي كروس باترن. في المرات السابقة تكلمنا عن النماذج الانعكاسية المفصلية ذات الدلالة الأقوى في عكس الاتجاه من هذا النموذج. تناولنا بالشرح والتطبيق العملي كل من النماذج الانعكاسية المفصلية الآتية: رقم 1 بمبار باترن بجميع أنواعها، 2 انجولفينج باترن، 3 دارك كلاود كفر باترن، 4 بيرسينج باترن، 5 ايفنينج ستار، 6 مورنينج ستار، 7 دوجي ايفنينج ستار، 8 دوجي مورنينج ستار.
أهم ما يميز النماذج المفصلية الثمانية أن اسم كل نموذج يرتبط بالمكان الذي يتواجد فيه، بمعنى أن كل نموذج يسمى حسب مكانه، إذا كان هذا المكان في نهاية اتجاه صاعد أو في نهاية اتجاه هابط، حيثما يتواجد النموذج يكون له اسم مختلف. أما نموذج اليوم بنمطيه سواء هرامي باترن أو هرامي كروس باترن، فإنهما لا يرتبطان بمكان تواجدهما من حيث الاسم كما سنعرف حالا. والفرق بين النماذج العاكسة والعاكسة المفصلية أن النماذج العاكسة المفصلية تكون ذات دلالة قوية في عكس الاتجاه، إلا إننا حينما نتداول على الشرط ننظر إلى جميع النماذج الانعكاسية على أنها عاكسة للاتجاه بغض النظر إذا كانت مفصلية أو غير مفصلية. بالنسبة لنموذج المرأة الحامل فهو يأتي على شاكلتين. أهم ما يميز هذا النموذج أنه يتشكل من شمعتين، كل شمعة منهما لها مواصفات تختلف عن الأخرى، ولا يهم إذا كان الاتجاه صاعد أو نازل. في شكل اتنين ممكن تأتي على هذا الشكل صاعد أو نازل، وفي شكل واحد ممكن يجي على هذا الشكل أيضا صاعد أو نازل. النموذج الثاني والذي يعتبر حالة خاصة من حالات المرأة الحامل وهو نموذج هرامي كروس باترن، وهذا هو الشكل الذي يظهر به رقم 3 و4، نفس الشكل تقريبا، أيضا يتشكل من شمعتين لا يهم مكان تواجده، يسمى بنفس الاسم سواء جاء بعد حركة صاعدة أو حركة هابطة، دائما يظل محتفظا بنفس التسمية. الفرق الجوهري بينهما هو في الشمعة الثانية، وكما قلنا هذه النماذج أقل قوة مما تطرقنا إليه سابقا. أيضا أهم ما يميز نموذج الهرامي أنه عكس النموذج الابتلاعي في الشكل، لكنه يوافقه من حيث خاصية الانعكاس، إلا أن النموذج الابتلاعي أقوى في عكس الاتجاه من نموذج الهرامي. النموذج الابتلاعي فيه الشمعة الثانية تبتلع الشمعة الأولى بكاملها، لكن في نموذج الهرامي الشمعة الثانية تكون داخل نطاق الشمعة الأولى. والآن ما هي معايير تشكل نموذج المرأة الحامل هرامي باترن؟ رقم 1، يجب أن يكون السوق في مسار عام واضح صاعد أو هابط، كل من المسارين يتشكل فيهما النموذج حتى ولو كان هذا المسار قصير. رقم 2، أن تكون الشمعة الأولى طويلة بالنسبة للشمعة التي بعدها سواء كانت حمراء أو خضراء، بغض النظر عن مكان تواجد النموذج سواء كان بعد اتجاه صاعد أو بعد اتجاه هابط، سواء كانت هذه الشمعة بيعية أم شرائية. رقم 3، جسم الشمعة الثانية يكون صغير وداخل نطاق جسم الشمعة الأولى، وفي هذه الحالة في الشمعة الثانية ننظر إلى الجسم بغض النظر عن الظلال، إذا كان هذا الجسم بكامله من بداية افتتاحه إلى نهاية إغلاقه داخل مدى جسم الشمعة الأولى فهذا يعتبر من بين الشروط التي يجب تحققها، مع ملاحظة أن الجسم الثاني ممكن أن يأتي كنموذج من النماذج الانعكاسية بمفرده مثل نموذج هانجينج مان أو هامر أو انفيرتد هامر أو شوتينج ستار، وفي هذه الحالة يكون النموذج أقوى في حدوث الانعكاس. ولو امتدت الظلال خارج نطاق جسم الشمعة الأولى مفيش أي مشكلة ويظل النموذج صحيح. رقم 4، اختلاف الألوان في النموذج غير مهم، لكن في معظم الحالات تأتي الشمعة الأولى عكس الشمعة الثانية في اللون، وفي معظم الحالات هنلاقي على الشرط لما تكون الشمعة الأولى باللون الأحمر يكون النموذج بعد اتجاه هابط وينعكس السعر لأعلى بعد النموذج، ولما تكون الشمعة الأولى باللون الأخضر يكون النموذج بعد اتجاه صاعد وينعكس السعر الأسفل بعد تكون هذا النموذج،
ولكن هذه القاعدة فيها مرونة عن النموذج الابتلاعي، يعني ممكن يأتي النموذج في اتجاه صاعد أو هابط، مفيش أي مشكلة. طيب تأكيد النموذج متى يحدث؟ تأكيد النموذج يحدث بالشمعة التي تغلق بعد النموذج، سواء بالبيع أو بالشراء. يعني إذا كان الاتجاه هابط، الشمعة الثالثة بعد النموذج تغلق أعلى من الظل العلوي للشمعة الأولى للنموذج، أي أن الشمعة الثالثة شمعة التأكيد تغلق فوق نطاق النموذج. نفس الشيء في حالة ما إذا كان الاتجاه صاعد وتشكل معي نموذج هرامي بيعي، الشمعة الثالثة شمعة التأكيد تغلق تحت نطاق النموذج، أي أنها تغلق تحت الظل السفلي للشمعة الأولى للنموذج. طيب ما هي العوامل التي تزيد من قوة هذا النموذج وفعاليته في عكس الاتجاه؟ هناك بعض العوامل التي تزيد من احتمالية الانعكاس. أولاً أن تكون الشمعة الثانية داخل نطاق الشمعة الأولى جسماً وظلاً. ثانياً أن تتواجد عدة شموع داخل نطاق الشمعة الأولى الأم في النموذج. بفكرك دايما أن الشموع اليابانية الانعكاسية ليست بالضرورة قادرة على عكس السعر مباشرة، لكنها من الممكن أن تدخل السعر في مرحلة انتقالية ثم ينعكس بعد ذلك. هذه النقطة مهمة جدا للمتداول أنه يبقى على طول فاكرها حتى لا يتسرع في دخول الصفقات قبل أوانها. المثل بيقول لا تأكل الثمرة قبل أن تنضج. دلوقتي هنشوف مع بعض أمثلة عملية كتطبيقات على نموذج المرأة الحامل. هرامي باترن المثال الأول اللي قدامي ده، بس افتكر إن احنا قلنا إن النموذج يأتي بعد اتجاه واضح سواء صاعد أو هابط، حتى ولو كان هذا الاتجاه قصير. النموذج اللي عليه شكل بيضاوي، نموذج هرامي جاء في نهاية اتجاه هابط، مكون من شمعتين، الأولى حمراء طويلة والثانية شمعة صغيرة خضراء. الشمعة الصغيرة الخضراء جسمها يقع بكامله داخل نطاق الشمعة الأولى الحمراء. إذن ده نموذج هرامي باترن صحيح، لأن جميع الشروط متحققة ومتوفرة فيه. بس لو ركزت هتلاقي إن ظلال الشمعة الثانية خرجت عن نطاق جسم الشمعة الأولى، مفيش أي مشكلة. هذا لا يؤثر على صحة النموذج وقدرته على عكس الاتجاه من اتجاه هابط إلى اتجاه صاعد. لكن لابد من التأكيد عن طريق شمعة التأكيد الثالثة التي يجب أن تغلق فوق الظل العلوي لشمعة النموذج، وبعد إغلاقها فوق هذا الظل يبقى كده النموذج جاهز للتفعيل وممكن أتداول به وأدخل صفقة شراء. لو لاحظت كمان وجود النموذج عند منطقة دعم، وده بيأكد الانعكاس لأعلى. وعلى فرض إن دخلت من هذا المستوى، هتلاقي إن السعر رجع اختبر الظل السابق لأول شمعة للنموذج ثم واصل الصعود إلى أعلى. المثال الثاني، في هذا المثال لو جينا نبحث عن مكان تواجد نموذج المرأة الحامل هتلاقيه موجود داخل هذه المنطقة داخل المستطيل. هلاقيه موجود في نهاية اتجاه صاعد قصير، مفيش مشكلة. يتكون من شمعة طويلة خضراء شرائية ثيرانية، جاءت بعدها شمعة أقل منها في الطول حمراء بيعية دبابية، فتحت وأغلقت داخل نطاق الشمعة الأولى. هذا الاتجاه القصير لو بصيت له في مجمل الحركة هتلاقيه عبارة عن تصحيح، يعني تشكل نموذج الهرامي بعد اتجاه عام هابط وعمل معانا تصحيح من خلال تشكل نموذج الهرامي. من خلال التحليل الفني هتلاقي ان السعر عكس الاتجاه في احدى مراحله، بس كان اخر عكس هذا الاتجاه عند نموذج الهرامي، وبعد كده كمل اتجاهه الاصلي وواصل الهبوط الى اسفل. طيب اعمل ايه عشان اتداول صح؟ استنى شمعة التأكيد التي تغلق تحت الظل السفلي لشمعة النموذج، ومن بعدها على طول أبتدي أخد صفقات بيع، يعني هبيع من عند المستوى اللي مكتوب عنده كلمة بيع. المثال الثالث عندي على الشرط، هذه المنطقة موجود فيها نموذج الهرامي، عندي شمعة طويلة هي الشمعة الأولى،
الشمعة الثانية جسمها فتح وأغلق داخل نطاق الشمعة الأولى، ولكن لاحظ في هذا النموذج أن كل من الشمعتين لهما نفس اللون، مفيش أي مشكلة. قبل كده قلنا إن اختلاف الألوان غير مهم في هذا النموذج، بعكس جميع النماذج التي سبقت دراستها. وهناك على الشرط هتلاقي عوامل أخرى تزيد من احتمالية الانعكاس، وهو إن أنا عندي أكتر من شمعة موجودة داخل نطاق الشمعة الأولى، يعني النموذج ده هتلاقيه عكس النموذج الابتلاعي اللي لازم الشمعة التانية هي التي تبتلع جميع الشموع التي قبلها. طيب أنت تأكد إن هذا النموذج صحيح؟ أتأكد من صحة هذا النموذج بالشمعة التي أغلقت أسفل نموذج المرأة الحامل. عند كلمة بيع ادخل صفقة بيع وانت مطمن. المثال الرابع على هذا النموذج، عندي نموذج هرمي متكون في نهاية اتجاه هابط، عندي شمعة باللون الأحمر، بعدها شمعة باللون الأخضر تقريبا نفس الحجم، ثم عندي شمعة صغيرة حمراء تشكل مع الشمعة الخضراء التي قبلها نموذج الهرمي. يبقى كده تأكيد النموذج من خلال الشمعة الثالثة التي تغلق فوق الظل العلوي لشمعة النموذج الأولى. هذا الإغلاق يعتبر بالنسبة لي نقطة الدخول بالشراء. المثال الخامس على نفس الشرط، عندي نموذج هرمي موجود في نهاية اتجاه صاعد، تكون من شمعتين، الأولى خضراء طويلة والثانية حمراء صغيرة، جسمها بالكامل يقع في نطاق الشمعة الأولى. ولكن الملفت للنظر في هذا النموذج وجود أكثر من شمعة داخل نطاق الشمعة الأولى. عد معايا كده 1 2 3 4 شمعات، ده بيقوي النموذج في عكس الاتجاه. طيب امتى اتأكد من صحة هذا النموذج؟ بعد ان تغلق الشمعة اسفل الظل السفلي لشمعة النموذج. هذه الشمعة المشار اليها بالسهم لما اغلقت بالنسبة لي تعتبر نقطة الدخول اللي مكتوب عندها كلمة بيع، ادخل بيع من هنا. النموذج الثاني اللي هنتكلم عنه في محاضرة النهاردة هو نموذج المرأة حاملة النطفة هرامي كروس. ممكن نعتبر هذا النموذج حالة خاصة من النموذج العام هرامي باترن من حيث شروط تكون النموذج ومعاييره والعوامل التي تزيد من قوة هذا النموذج. لا يوجد اختلاف بينه وبين النموذج العام، الاختلاف الوحيد هو في الشمعة الثانية تكون عبارة عن شمعة دوجي. ولو رجعنا لهذه الشروط بسرعة هنلاقي الشرط الأول، يجب أن يكون السوق في مسار عام صاعد أو هابط حتى ولو كان قصير، أن تكون الشمعة الأولى شمعة طويلة سواء شمعة مشترين أو شمعة بائعين بغض النظر عن لون هذه الشمعة، كمان جسم الشمعة الثانية يكون دوجي وده أهم حاجة ويقع داخل نطاق جسم الشمعة الأولى. ولو تحدثنا من حيث القوة أيهما أقوى في عكس الاتجاه، هل نموذج هرامي باترن أم نموذج هرامي كروس، هنلاقي أن نموذج هرامي كروس هو الأقوى دائما. زي ما قلنا في النجوم، قلنا أن نجوم الدوجي دوجي مورنينج ستار أقوى في عكس الاتجاه من مورنينج ستار، وكمان دوجي إيفنينج ستار أقوى في عكس الاتجاه من نموذج إيفنينج ستار. وجود شمعة الدوجي تقوي موقف النموذج وتدعمه في عكس الاتجاه. ومش مهم الظلال بالنسبة للشمعة الثانية، حتى ولو خرجت ظلال الدوجي خارج نطاق جسم الشمعة الأولى، لأن زي ما احنا عارفين إن الدوجي في منه أنواع سيقانها طويلة أصلا، زي ليجي الدوجي اللي هو دوجي السيقان الطويلة ودراجون فلاي دوجي وجرافستون دوجي. وحتى يكون النموذج صحيح وجاهز للتداول لابد برضه من انتظار شمعة التأكيد الثالثة التي تأتي بعد هذا النموذج وتغلق بعده. يعني إذا كان هابط انتظر إغلاق فوق الظل العلوي للنموذج، وإذا كان الاتجاه صاعد انتظر إغلاق تحت الظل السفلي للنموذج. بالنسبة لعوامل زيادة وقوة نموذج هرامي كروس في إحداث الانعكاس، رقم 1 أن تكون الشمعة الثانية داخل نطاق الشمعة الأولى جسما وظلا. رقم 2
أن تتواجد عدة شموع داخل نطاق الشمعة الأولى. طيب نشوف كده مثال كتطبيق عملي على نموذج هرامي كروس. النموذج اللي قدامي ده على الشارت عبارة عن نموذج هرامي كروس، جاء في نهاية اتجاه صاعد مكون من شمعتين، الأولى خضراء طويلة والثانية حمراء صغيرة، شمعة دوجي تقع بكاملها داخل نطاق الشمعة الأولى. ولتأكيد النموذج بتلاقي الشمعة التالتة أغلقت تحت الجسم وليس تحت الظل، عشان كده ما أقدرش أعتمد نقطة دخولي بعد هذه الشمعة، لازم أستنى الشمعة اللي بعدها لما تغلق أسفل الظل السفلي لشمعة الدوجي. دخولي بيكون من هذا المستوى بعد هذه الشمعة مباشرة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن نماذج القمم والقيعان الملقاط. قمم وقيعان الملقاط هي حالة تتخذ فيها الشموع اليابانية شكل معين في صورة قمم أو قيعان، وهي ليست محددة قائمة بذاتها وتعتبر حالات خاصة. كما قلنا تتخذ فيها الأسعار شكل معين، إما أن تكون قمة أو تكون قاع، ولذلك فإن قمم وقيعان الملقاط لا تعتبر نموذج، وإنما هي عبارة عن أشكال متعددة ومركبة في نفس الوقت من نماذج أخرى انعكاسية. طيب ما هي معايير تشكل نماذج قمم وقيعان الملقاط؟ المعيار الأول، يجب أن يكون السوق في مسار عام واضح صاعد أو هابط حتى ولو كان هذا المسار قصير، حيث تظهر القمم الملقاط بعد اتجاه صاعد، بينما تظهر القيعان الملقاط في نهاية اتجاه هابط. رقم 2، تتشكل من شمعتين أو أكثر في حالتها الأساسية. رقم 3، أهم ما يميزها والنقطة المفصلية هو أن تكون نهاية ظلالها متساوية من حيث المستوى، والنقطة دي هي اللي بتعرفني فعلا إن ده نموذج ملقاط أو قاع ملقاط، وهي تساوي الظلال سواء العليا أو السفلى. يعني مثلا لو بصينا على النموذج رقم 2، عبارة عن نموذج هرامي صحيح، يتكون من شمعة حمراء طويلة تليها شمعة خضراء صغيرة، جسمها يقع بكامله داخل نطاق جسم الشمعة الأولى، والنموذج جاء في نهاية اتجاه هابط، أكيد هيكون بعده صعود. طيب فين القمة الملقاط في هذه الحالة؟ قمة الملقاط في هذه الحالة تتمثل في ذيول الشمعتان العلوية المتساوية في الطول، والتي تقع في مستوى واحد من أعلى. طيب لو بصينا على نموذج رقم 1، عبارة عن نموذج هرامي صحيح، يتكون من شمعتين، الأولى حمراء طويلة تلتها شمعة خضراء صغيرة في الحجم، تقع بكاملها داخل نطاق جسم الشمعة الأولى. جاء أيضا هذا النموذج بعد اتجاه هابط، لو لاحظت هتلاقي تساوي الظلال في الجهة السفلية، حيث ذيول الشمعتان السفلية تقع في مستوى واحد من أسفل، وبكده يتشكل عندي نموذج قاع ملقاط يكون بعده اتجاه صعود. أي أن أي شمعتين تتساوى ظلالهما من الجهة السفلية عند نفس المستوى يكونان نموذج قاع ملقاط، بينما أي شمعتين تتساوى ظلالهما من الجهة العلوية عند نفس المستوى يكونان نموذج قمة ملقاط. المعيار الرابع، نماذج الشموع الثنائية المكونة من شمعتين أو الثلاثية المكونة من 3 شمعات قد تتحول إلى قمم وقاع ملقاط، وهذا يزيد من قوتها في عكس الاتجاه. وفي معظم الأحوال إذا تساوت الظلال العلوية يكون بعد اتجاه صاعد، وإذا تساوت الظلال السفلية يكون بعد اتجاه هابط. أما المعيار الخامس، ممكن أن يتشكل قمة أو قاع ملقاط من شمعتين منفردتين أو أكثر إذا تساوت ظلالهما وتواجدا في منطقة مشتركة. تخيل عندي سعر نازل وأتت مثلا 4 شموع ورا بعض، فهي ليست نموذج،
يعني شكلها لا توحي بأن ده نموذج، لكن لو بصينا على الحدود السفلية هتلاقي عندي قاع ملقاط. الشرط الأساسي في هذه الحالة أن تتواجد الظلال في نفس المستوى، وأن تتواجد الشموع في نفس المنطقة، بحيث أن تكون المسافة بين الذيول غير بعيدة، مسافة مش بعيدة، بحيث يعبر عن الوضع في هذه الحالة بأنه قاع ملقاط. وفي التحليل الكلاسيكي يعبر عنه كمستوى دعم، وقلنا من قبل في الشموع اليابانية الجسم يرمز إلى حجم التداول، والذيول ترمز إلى المقاومات والدعم، فالذيول تعتبر مكان للدعم إذا كان الاتجاه السابق هابط، والعكس صحيح، تعتبر مكان للمقاومة إذا كان الاتجاه السابق صاعد. طيب متى يتأكد النموذج؟ يتأكد النموذج بعد الشمعة التي تغلق بعد النموذج، سواء بيعا أو شراء. ودلوقتي هناخد بعض الأمثلة على نماذج القمم والقيعان المركبة. قلنا أن أي شمعتين أو أكثر يكون ظلالهم عند نفس المستوى تشكل نموذج قمة أو قاع ملقاط. قمة الملقاط أو قاع الملقاط عنده القدرة على أن تصبح نتائجه أقوى في عكس الاتجاه. في الشكل اللي قدامي ده مكون من 4 نماذج A و B و C و D على سبيل المثال. في شكل A هذا النموذج يشبه السحب الركامية Dark Cloud Cover، وقلنا عليه يشبه لأن الشكل المثالي أن تفتح الشمعة الثانية أعلى من أعلى سعر للشمعة الأولى، وهذا لم يحدث. هذا النموذج ليس مثالي، لكنه جاء بعد اتجاه صاعد، وبالتالي ما أقدرش أتداول به على أنه نموذج Dark Cloud Cover. لكن لما ألاقي قمة ملقاط تشكلت معايا في النموذج هنا، يبقى أنا عندي فرصة أن أنا أدخل صفقة. يبقى هذا النموذج ولو أنه غير مثالي كسحب ركامية، بس بيبقى عندي فرصة أن أنا أدخل مع هذا النموذج، ليس استنادا على أنه Dark Cloud Cover، ولكن استنادا على أنه نموذج Weather Stop، قمة الملقاط المركب من شمعتين. إذن عدم مثالية نموذج Dark Cloud Cover أصبحت مثالية بإضافة نموذج تويزر ستوب إليها. خلاصة الكلام في هذا الشكل إيه؟ عندي قمة ملقاط أتوقع من بعده إنعكاس السعر بشكل عادي. شكل بي عبارة عن نموذج مكون من شمعتين يكون مع بعض قمة ملقاط تويزر ستوب وشهاب شوتينج ستار. بما أن الاتجاه صاعد ثم تشكل معي هذا النموذج، في هذه الحالة الشمعة الثانية ما أقدرش أعتبرها نموذج هرامي، لأن الشمعة الثانية الحمراء أغلقت تقريبا عند نفس مستوى الشمعة السابقة. في الحالة اللي زي دي ما أقدرش أدخل صفقة بيع استنادا لنموذج الهرامي العاكس للاتجاه الصاعد إلى اتجاه هابط. لكن بما أن أنا عندي معلومة بتقولي أن في حاجة اسمها تويزر توب، قمة ملقاط في هذا الشكل، أقدر أتداول على هذا الأساس. طيب أين هو تويزر ستوب؟ او ازاي حكمت ان هنا في نموذج تويزر ستوب؟ حكمت عليه من خلال تساوي كل من ذيلي الشمعتين على المستوى العلوي. الذيلان واقعان على مستوى افقي واحد يمثل منطقة مقاومة. وجود تويزر ستوب يقوي من موقف نموذج شوتينج ستار في عكس الاتجاه من صاعد الى هابط، ومع انتظار شمعة التأكيد الموالية للنموذج إذا أغلقت تحت الشمعة السفلية يكون السعر مرشح للإنعكاس بشكل قوي. شكل سي تقريبا هو نفس شكل بي، لكن في هذه الحالة عندي تويزر ستوب مع هانجينج مان، يعني كان الاتجاه صاعد وتشكلت معي الشمعة الأولى ما فيهاش أي مشكلة، الشمعة الثانية هي شمعة هانجينج مان. أنا هنا عندي اختيارين، إن أنا استنى شمعة التأكيد الثالثة بعد نموذج الهانجينج مان تغلق أسفل الظل العلوي للشمعة الأولى وتداول من بعدها، أو إن أنا أتداول بناء على نموذج تويزر ستوب.
وخاصة لو خدت بالي أن الظلال العليا للشمعتين متساويتان ويقعان على مستوى أفقي واحد عند منطقة مقاومة. في هذه الحالة بتبقى رؤيتي لحركة الأسعار أكثر وضوح، وعندي أكثر من سبب يخليني أخذ صفقتي صح وأنا مطمن إن السعر مش هيعكس عليا. الشكل الأخير شكلي دي عبارة عن نموذج المرأة حاملة النطفة هرامي كروس باترن. عندي الشمعة الأولى طويلة وباللون الأخضر، والشمعة الموالية جاءت على شكل الدوجي ولكن كان الذيل العلو طويل. بما أن أساسا نموذج المرأة حاملة النطفة هرامي كروس نموذج انعكاسي، وبالإضافة إلى ذلك عندي قمة ملقاة ويزر ستوب، هذا يقوي النموذج ويدعمه، ويبقى عندي احتمالية رهيبة في عكس الاتجاه. والسؤال الهام والمعتاد، متى يتأكد هذا النموذج؟ يتأكد النموذج متى أغلقت الشمعة الموالية أسفل الظل السفلي للشمعة الأولى الأم. بس خلي بالك إن إحنا هنا اتكلمنا عن النماذج التي تتشكل من شمعتين، نفس الكلام عن النجوم حيث أنها تتشكل من ثلاث شموع. برضو إذا تساوت ظلالها العلوية فأنا عندي قمة ملقاة تويزر ستوب. صحيح إن النجمة ممكن تلاقيها مشوهة وغير مثالية، لكن لما تتوفر معايير تويزر ستوب فده بيزيد من قوة النموذج في عكسه للاتجاه. لاحظ إن أهم شروط في تويزر ستوب أن الظلال تتساوى والشموع ما تكونش بعيدة عن بعض، وكل ما كانت الشموع متقاربة وظلالها تقع على مستوى أفقي واحد كل ما كان أفضل، والمستوى ده مع الظلال يمثلان منطقة مقاومة. والآن مع بعض أنماط نموذج قاع الملقاة المركبة. الشكل اللي قدامي عبارة عن أربع أشكال لنموذج بوتوم توبز قاع الملقاة المركب من شمعتين. شكل إيه؟ عبارة عن نموذج الاختراق أو ثاقب الحلي بيرسينج باترن. لو طبقنا عليه شروط النموذج هتلاقيه غير مثالي، لأن النموذج المثالي يكون فيه الشمعة الثانية تفتح أدنى من الظل السفلي للشمعة الأولى وتغلق فوق 50% من الشمعة الأولى، ولكن هذا لم يحدث معنا. يبقى هذا ليس نموذج بيرسينج، يعني ليس نموذج اختراق مثالي. ولكن في حاجة ممكن تدعم موقف النموذج ده وتقوي، وهي إن أنا عندي الظلال السفلية تساوت عند نفس المستويات السعرية، والظلان يقعان على مستوى أفقي واحد في الأسفل يمثل منطقة دعم. إذن هنا أنا عندي أصبح قاع ملقاة بوتومز توب جاء بعد اتجاه هابط أعطى قوة للنموذج غير المثالي، ويبقى عندي احتمالية كبيرة لانعكاس الأسعار استنادا لقاع الملقاة بوتومز توب وتقوية لنموذج الاختراق غير المثالي. في شكل بي ممكن أبص لنموذج ده على أنه هرامي، وممكن أنظر إليه على أن الشمعة الثانية هي شمعة مطرقة هامر، وهي دي الأصح. طيب في حالة ما إذا كنت عايز أتداول على أنه نموذج الهامر، فأنا محتاج شمعة التأكيد الثالثة التي تغلق أعلى من الظل العلو لشمعة النموذج وادخل بعدها صفقة شراء. ولكن اللي بيزود احتمالية الانعكاس أكتر هو وجود قاع ملقاة بوتوم ثوب، على اعتبار أن الظلال السفلية للشمعتان عند مستوى واحد أفقي. وبالنسبة للشكل سي اللي موجود قدامي ده على الرسم التوضيحي عبارة عن مطرقة مقلوبة inverted hammer بعد اتجاه هابط. هنا أبص على الظلال السفلية حتى ولو كانت العلوية متساوية ماليش دعوة بيها. لما يكون الاتجاه هابط ننظر إلى تساوي الظلال السفلية في المستوى. في هذه الحالة عندي نموذجان انعكاسيان، الأول المطرقة المقلوبة inverted hammer والتاني قاع ملقاة bottom top. هنا يكون عندي احتمالية كبيرة لعكس الاتجاه للأعلى، ولكن أيضا يفضل انتظار شمعة التأكيد الثالثة التي تغلق فوق المستوى العلوي لهذا النموذج. شكل دي عبارة عن نموذج انعكاسي
مركب من نموذجين جاء في نهاية اتجاه هابط هرامي كروس وقاع ملقات بوتوم توب. كما قلنا ده مؤشر قوي لعكس الاتجاه الأعلى، تقدر تدخل بالشراء مع المشترين مفيش أي مشكلة، بس برضو استنى شمعة التأكيد التي تغلق في المستوى العلوي لشمعة النموذج. طيب كيف يمكن أن يتشكل قاع الملقات أو قمة الملقات بدون الأشكال المركبة؟ أقول لك في حالة نموذج تويزر ستوب أو بوتوم توب نركز على الظلال أكثر من تركيزنا على الأجسام. مثلة عملية على نموذج قمم وقاع الملقات على الشرط. المثال الأول على نموذج قاع الملقات في هذه المنطقة التي عليها شكل بيضاوي، صعب هنا ان انا احدد نوع النموذج، هل هو شوتينج ستار ولا بولش انجولفينج او دوجي. لكن لو بصيت وركزت في الشمعتين الاولى والثالثة رقم 1 و3، بما ان الشمعتين موجودتين في نفس المنطقة، اي نعم هما مش ورا بعض بس في نفس الوقت مش بعاد عن بعض، بما ان ظلالهما متساوية في المستوى السفلي، اذن ده يعتبر بالنسبة لي نموذج قاع ملقات بوتوم توب، لانه موجود بعد اتجاه هابط وعندي ظلال في نفس المستوى الافقي بالضبط والذي يمثل دعم. طيب ممكن على وجه اليقين اعرف ان النموذج ده اتفعل برضو من شمعة التأكيد التي سوف تغلق فوق الظل العلوي لنموذج قاع الملقات، يعني الإغلاق يكون عند أعلى ظل لأعلى شمعة في النموذج. المثال الثاني عندي على قمة الملقات، المنطقة التي عليها شكل بيضاوي دي جت في نهاية اتجاه صاعد بها عدد معين من الشموع حوالي 6 شمعات، بس جميع الظلال العلوية لها كلها عند نفس المستوى بالظبط. إذن جميع الظلال المتساوية عند نفس المستوى العلوي الأفقي كلها تمثل بالنسبة لي قاع ملقات. هي صحيح فعلا منطقة عرضية مفيش أي نقاش، ولكن الخاصية الأساسية فيها التي تميزها أنه قمة ملقات تويزر ستوب، يعني ممكن بعدها ينزل السعر إلى أسفل ولا يستمر في نفس الاتجاه العرضي. لكن خد بالك أن الحركة العرضية ذيولها لا تكون عند نفس المستوى. طيب بما انها جت عند نفس المستوى اذن فهي قمة ملقات تويزر ستوب، جاءت بعد اتجاه صاعد بتديني تنبيه بقرب عكس السعر الى اسفل. ولاحظ معايا لما السعر اغلق تحت المستوى السفلي لاطول ظل تحول السعر الى اتجاه هابط بقوة رهيبة. اذن نعتبر الشمعة رقم 7 هي شمعة التأكيد التي أغلقت تحت الظل السفلي لأطول ذيل في النموذج، وادخل من بعدها صفقة بيع. وكمان لو بصيت داخل الشكل البيضاوي هتلاقي نموذج شوتينج ستار نجمة المساء المكون من 3 شمعات، وهو نموذج أيضا انعكاسي. كل ده يؤكد ويدعم عكس الاتجاه. على نفس الشرط هذه المنطقة تمثل قاع ملقات بوتوم ستوب، لأن أنا عندي الشمعة رقم A فردية ورقم B فردية، ولكن بما أن الظلال تساوت، لما تساوى ظلالهما عند نفس المستوى إذن كل هذه المنطقة تعتبر قاع ملقات. عندي ملحوظة مهمة جدا بالنسبة لنموذج التويزر ستوب والبوتوم توب، هنتكلم عنهم بالتفصيل إن شاء الله فيما بعد، ولكن هنا بنقول بس فكرة سريعة. أحيانا يتشكل على شكل نموذج القيعان المزدوجة والقمم المزدوجة. فمثلا الشكل اللي قدامي ده لو نظرنا إليه بمنظور النماذج السعرية هيكون عندي قاعين، هذا القاع الأول ثم هذا القاع الثاني، وهذا هو خط العنق. وبعد ما أغلق السعر فوق خط العنق ممكن أخد صفقة شراء ربحانة إن شاء الله. في كمان ملحوظة على نفس الشرط، المنطقة اللي فيها الشموع رقم 1 و2 نظرت إليها على أنها بوتوم توبز، لكن ما أقدرش أدخل معاهم الشمعة رقم 3
لأن المسافات بعيدة جدا عن بعض. طيب في هذه الحالة أعمل إيه؟ أنظر إليهم على أنها منطقة دعم، يعني خط الدعم الذي يمر بذيول الشموع 1 و2 و3، ده خط دعم داخل المنطقة نفسها، وتقدر المسافة بين الشموع على حسب المنطقة وليس على حسب الزمن. ومع محاضرة اليوم وعنوانها إلترودلاين، خط الحزام الحاجز، وله شكلان مختلفان حسبما كان صعوديا أو نزوليا. الأول خط الحزام الحاجز الهابط بريش بيلت هولد لاين، الثاني خط الحزام الحاجز الصاعد بوليش بيلت هولد لاين. على وجه العموم، أول ما يجب معرفته عن نموذج بيلت هولد لاين أنه يتشكل من شمعة واحدة فقط منفردة، سواء في عكس الاتجاه من صاعد إلى هابط أو في عكسه من هابط إلى صاعد، في كلا الحالتين يتشكل النموذج من شمعة واحدة. سوف نتعرف مع بعض على خصائص هذه الشمعة. خصائص هذه الشمعة نعرفها من خلال المعايير التي تشكل النموذج. رقم 1، أن يكون السعر في مسار عام واضح صاعد أو هابط حتى ولو كان هذا الاتجاه قصير. أهم حاجة نتفادى الأماكن العرضية. رقم 2، يتشكل النموذج من شمعة واحدة منفردة كما قلنا. رقم 3، يجب أن تكون لون شمعة النموذج تخالف لون شمعة الاتجاه السابق. رقم 4، يعتبر الشرط الأساسي لتكون النموذج هو أن تكون هذه الشمعة طويلة وبدون ظلال أو بظلال متناهية في الصغر. رقم 5، تفتح شمعة هذا النموذج عند آخر مستوى أو مع بداية مستوى جديد بعده. ما معنى هذا الكلام؟ تخيل معي اتجاه نازل وعندي شمعة بائعين في هذه المنطقة، الشمعة الجديدة شمعة حزام الفوز الشرائي، لاحظ من أين فتحت؟ فتحت من مكان بعيد جدا من إغلاق الشمعة السابقة، ولكن ده شرط مثالي جدا. أما الشرط الثاني اللي يخلي النموذج صحيح أنها تفتح عند آخر مستوى، يعني على فرض أن الشمعة البيعية أغلقت عند هذا المستوى وفتحت شمعة حزام الفوز الشرائية عند نفس المستوى، ولكن تغلق في أعلى بس بدون ظلال، ومش مهم تغلق بعد الشمعة التي قبلها في منتصفها، مش مهم مكان الإغلاق. اللي يهمني أن هذه الشمعة الخضراء الثيرانية الشرائية تكون بدون ظلال أو بظلال متناهية في الصغر. وإذا فتحت الشمعة الخضراء من مكان أسفل الشمعة التي قبلها، فهذا يعتبر معيار من المعايير المثالية للنموذج. ونؤكد مرة أخرى أنه لا يهم مستوى إغلاق شمعة النموذج بالمقارنة بالشمعة التي قبلها، المهم هو عدم وجود ظلال في شمعة النموذج. يعني مش مهم تغلق عند 40% أو 50%، مش مهم، المهم أن هذه الشمعة تكون طويلة وبدون ظلال أو بظلال متناهية في الصغر تكاد لا ترى. رقم 6، من شروط تكون هذا النموذج أنه قد تتواجد شمعة النموذج في نماذج مركبة مثل النموذج الابتلاعي أو الهرامي أو النجوم إلى آخره. كيف يكون ذلك؟ تخيل معي اتجاه هابط، ثم كانت عندي شمعة عادية بيعية حمراء بظلال أو ما إلى ذلك، لكن شمعة بوليش بيلت هولد لاين شكلت حزام الفوز في سياقها العام، افتتحت وأغلقت بدون ظلال. إذن كده حققت الشرطان، الأول شرط النموذج الابتلاعي انجالفينج باترن، الثاني شرط حزام الفوز بوليش بيلت هولد لاين، والتي تعطي دلالة على الانعكاس للسعر من هابط إلى صاعد. رقم 7، تأكيد هذا النموذج يكون بالشمعة التي تغلق بعد النموذج سواء بيعا أو شراء. يعني مثلا في هذه الحالة
حالة البيع، احنا محتاجين الشمعة التي بعد شمعة حزام الفور الثيراني، نشوفها تغلق فوق الحد العلوي لهذه الشمعة، سواء فوق الظل القصير هذا او فوق الجسم النهائي للشمعة. وبمجرد اغلاقها فوق شمعة بوليش بيلت هولد لاين كده، انا عندي بوادر لعكس الاتجاه، من اتجاه هابط الى اتجاه صاعد، والعكس صحيح في حالة حزام الفوز الدببي بيريش بيلت هولد لاين. والآن مع أمثلة على نموذج بيلت هولد لاين، ونبدأ بحزام الفوز الثيراني خط الحزام الحاجز الشرائي بوليش بيلت هولد لاين. المثال الأول عندي نموذج بوليش بيلت هولد لاين، جاء في نهاية اتجاه هابط، يتكون من شمعة واحدة، أهم ما يميزها أنها طويلة، وأيضا ظلالها عند الافتتاح وعند الإغلاق متناهية في الصغر ولا تكاد ترى، ولونها مخالف لألوان الشموع السابقة. ولو ركزنا شوية في الشكل البيضاوي اللي عندي على الشرط، هلاقي عندي نموذج ابتلاعي في هذه المنطقة. شمعة حزام الفوز الثيراني افتتحت أسفل من جسم الشمعة السابقة لها وأغلقت أعلى من جسمها، هذا هو الشكل الخاص بالنموذج. ولو لاحظت أنه ممكن يتشكل هذا النموذج مع نماذج مركبة، أغلبها بيكون الهرامي والابتلاعي، وغالبا ما يتشكل بكثرة مع هذه النماذج. بعد تشكل هذا النموذج عندي اختياران في التداول. الأول إن أنا أعتمد على شمعة حزام الفوز الثيراني بوليش بيلت هولد لاين فقط، وانتظر إغلاق الشمعة الموالية فوق هذه الشمعة، سواء فوق الجسم أو فوق الظل، ثم أدخل صفقة شراء من بعدها. والتاني إن أنا أبصله في سياق النموذج الابتلاعي، والأفضل هو إن إحنا ننظر إليه في سياق النموذج الابتلاعي، وخاصة أنه مركب مع نموذج آخر. يعني في هذه الحالة أنتظر إغلاق فوق أعلى الظل العلوي للشمعة الحمراء الموجودة قبل النموذج. المثال التاني عندي على الشرط على نموذج حزام الفوز الدببي البيعي بيريش بيلت هولد لاين. في الشكل الذي أمامي عندي اتجاه عام واضح أنه صاعد، جاء في نهايته نموذج بيلت هولد حزام الفوز الدببي. لاحظ الشمعة الحمراء الطويلة التي فتحت من مستويات جديدة أعلى من مستويات الشمعة السابقة لها، وهي بلا ظلال علوية أو سفلية، ولا يهم مكان إغلاقها، المهم مكان الافتتاح، أي أنها شمعة بيعية حمراء طويلة بلا ظلال فتحت في مستوى أعلى من إغلاق الشمعة التي سبقتها. ده نموذج بيريش هولد مكتمل الشروط، وكمان لونها مخالف للاتجاه السابق كله. إذن كل الشروط محققة معي. في هذه الحالة في إمكاني أن أنا أنظر إلى أي إغلاق أسفل من شمعة حزام الفوز الدببي، على أنه إشارة لانعكاس الأسعار، زي الإغلاق اللي في الشمعة اللي مكتوب عليها شمعة التأكيد، إغلاقها جاء في الأسفل. لاحظ أنه بعد الإغلاق تم إعادة اختبار نفس المستويات الخاصة، خلي بالك تم إعادة اختبار نفس المستويات الخاصة بشمعة حزام الفوز، ثم بعد ذلك واصل السعر الهبوط إلى أسفل مباشرة. ولكن أحب أنبه على نقطة مهمة جدا، وهي في حالة تواجد نموذج بيلت هولد لاين بمفرده وليس مركبا مع نماذج أخرى، في هذه الحالة ننظر إلى الشمعة التي تأتي بعده تغلق في مستوى أسفل من شمعة النموذج، في حالة إذا كان دببي بيعي، أو تغلق في مستوى أعلى منه في حالة إذا كانت شمعة النموذج سيرانية شرائية. وعلى وجه العموم لما تيجي مع نماذج مركبة، يفضل إن أنا أتداول في سياق النماذج المركبة، لأنه يكون أقوى وأكثر فاعلية. هذا النموذج يتكرر بكثرة على الشرط مع الهرامي أو مع النجوم، أحيانا تكون النجمة شمعتها الأخيرة عبارة عن شمعة حزام الفوز، سواء بيعية أو شرائية، لأنها تكون بدون ظلال، مع ملاحظة أن النماذج دي بتديني احتمالية كبيرة للانعكاس،
ولما يكون عندي احتمالية الانعكاس أستفيد منه في إني لا أتداول مع الاتجاه السابق وانتظر حدوث هذا الانعكاس، وبعد أن أتأكد من حدوثه أبتدي أتداول وأدخل صفقات سواء بالبيع أو بالشراء. عنوان محاضرة اليوم: نموذج الغربان فوق الفجوة الصاعدة، أبسايد جاب تو كراوس. مبدئيا كده هذا النموذج نادر الحدوث على الشارت ولا يتكرر كثيرا. هذا هو الشكل العام لنموذج الغربان فوق الفجوة الصاعدة. هاتان الشمعتان اللي عليهما شكل بيضاوي هم سبب التسمية، كأنهما يمثلان غرابان، وهما شمعتان دبابيتان بيعيتان متتاليتان تأتيان وراء بعضهما مباشرة. وتوجد أيضا فجوة سعرية في هذه المنطقة اللي عليها كلمة جاب فوق الشمعة الخضراء التي قبل النموذج، واضح اتجاه صاعد. طيب ما هي معايير تشكل هذا النموذج؟ رقم واحد، يجب أن يكون السوق في مسار عام صاعد فقط حتى ولو كان قصير، حيث أن هذا النموذج لا يأتي نهائيا في المسار الهابط ولا يأتي في الاتجاه العرضي، وهذا ما يجعله نادر الحدوث. رقم 2، يتشكل النموذج من شمعتي بائعين متتاليتين يمثلان غرابان، يعني هاتان الشمعتان اللتان باللون الأحمر يعبران في التحليل النفسي الفني الياباني على أنهما نذير شؤم، لذلك يظهران على شكل غرابان كناية عن عدم التفاؤل وهبوط الأسعار لأسفل. رقم 3، أن تكون هناك فجوة سعرية قبل الشمعة الأولى، ومفيش مشكلة إذا تداخلت ظلال الشموع، لكن المهم إن الأجسام تكون بعيدة عن بعضها البعض، يعني الجاب موجود بين الشمعة الخضراء التي تظهر في نهاية الاتجاه الصاعد وبين الغرابان اللذان يشكلان فيما بعد هذا النموذج. رقم 4، يفضل أن تبتلع الشمعة الثانية الحمراء الشمعة الأولى الحمراء أيضا الخاصة بالغرابين، حيث أن الشمعة الثانية تفتح أعلى من الشمعة الأولى وتغلق أدناها، يعني كأنه نموذج ابتلاعي ولكن بلون البائعين. وكل الشمعة الثانية ما وفرت هذا الشرط كلما كان هذا النموذج مثاليا. رقم 5، تأكيد النموذج يكون بالشمعة التي تغلق الفجوة بعد النموذج، يعني شمعة التأكيد تكون رقم 4 بعد النموذج، هي التي من خلالها أستطيع أن أحكم على اكتمال النموذج، ومن بعدها أدخل صفقة شراء إذا أغلقت شمعة التأكيد تحت 50% من آخر شمعة صعودية. طيب لو كان شمعتي الغربان تو كراوس بنفس الحجم مفيش مشكلة، يظل النموذج صحيح في قدرته على عكس الاتجاه من اتجاه صاعد إلى اتجاه هابط، ولكن إذا ابتلعت الشمعة الثانية الشمعة الأولى بكاملها فده بيدي قوة أكبر للنموذج، وهو نموذج قوي جدا لكنه نادر الظهور على الشارت، عشان كده لو ظهر لك بتبقى دي فرصة كويسة جدا لدخول صفقة بيع قوية ربحانة بعد ظهور شمعة التأكيد وإغلاقها عند أكتر من منتصف شمعة المشترين. والآن نتحدث عن نموذج استمراري نادر الوجود أيضا على الشارت مشابه للغربان فوق الفجوة الصاعدة، يسمى خشبة الملاكمة مات هولد. بس مبدئيا كده هذا النموذج يوافقه من حيث الشبه ولكن لا يوافقه من حيث التأثير. هذا النموذج اللي هو خشبة الملاكمة مات هولد
نموذج استمراري، بينما نموذج الغربان فوق الفجوة نموذج انعكاسي. طيب ما هي كيفية تشكل هذا النموذج؟ هذا النموذج يتشكل كالآتي: رقم واحد، بتكون عندي حركة صاعدة، بعدها يحدث معي فجوة سعرية، ثم يتشكل معي نموذج الغرابان الخصان بالنموذج. ولكن السر في الشمعة الرابعة، هتلاقي إن مستويات الظلال إذا أغلقت فوق نموذج الغرابان فوق الفجوة، في هذه الحالة نلغي احتمالية الانعكاس، ويصبح عندي الاتجاه المحتمل هو الاستمرار في الاتجاه الذي كان يسير عليه سابقا. يعني باختصار، إذا كان عندي نموذج الغرابان فوق الفجوة، فأنا عندي احتمالين: الأول أن الشمعة الرابعة الموالية للنموذج تكون حمراء تغلق أسفل الشمعة الخضراء الأولى عند أكثر من 50% منها، وكلما تغلغلت في الإغلاق كل ما يكون أفضل، وفي هذه الحالة تكون هذه هي شمعة التأكيد بالنسبة لي على اكتمال النموذج، وبالتالي ممكن أدخل من بعدها صفقة مع البائعين. في هذه الحالة يكون النموذج انعكاسي. الاحتمال الثاني أن الشمعة الموالية للنموذج تكون خضراء وتغلق أعلى من مستوى ذيول نموذج الغربان فوق الفجوة. في هذه الحالة بتبقى دي شمعة التأكيد بالنسبة لي على أن السعر لن ينعكس وسيواصل الصعود في الاتجاه الذي كان يسير عليه في البداية. وبذلك نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم. كان معكم مستر محمد السيد السلموني، كبير معلمي الرياضيات والإحصار، ومحلل فني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال. وأذكر نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب التوكل على الله. قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.